مساء الخير، مساء الخير على جمهور النادي الأهلي العظيم اللي في كل مكان، مساء الخير على كل اللي بيتابعنا. جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بيكم، مساء جديد، مساء في انتصار، مساء في أداء رائع. برحب بكل عشاق القلعة الحمراء، جماهير النادي الأهلي العظيمة اللي منورة البيت الكبير. اهلا بيكم حلقه جديده في البيت الكبير. قبل ما ندخل في اي تفاصيل حلقتنا لازم ارحب طبعا بزميلي العزيز جدا كابتن الخير يا هاني رمزي. اهلا بيك يا سهام، برحب بيك طبعا وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان وجماهير النادي الاهلي العظيمه اللي بتتفرج وبتتابع دايما البيت الكبير. النهارده ان شاء الله حلقه جديده من البيت الكبير، ان شاء الله تكون حلقه مميزه لان هيكون معانا بصراحه ضيف من المدربين الكبار، مدرب يمكن في الفترات الأخيرة بيصادفوا سوء حظ شوية، لكن على المشوار التدريبي وعلى مشواره كلاعب وكمان يمكن ما بيظهرش في الإعلام بشكل مباشر، هيكون معانا نجم من طراز فريد، الكابتن طارق العشري المدرب الكبير. هنتكلم معاه في طبعا الكرة المصرية بشكل عام، مشواره كلاعب، مشواره كمدرب، طموحاته الفترة اللي جاية. إن شاء الله تكون حلقة مميزة مع الكابتن طارق العشري. والنهاردة كمان هيكون معانا في الفقرة الأخيرة خط أحمر. خط أحمر أنتوا عارفين حضراتكم إن احنا كنا بنطلع كل ثلاث، لكن متابعتنا طبعا لمباراة النادي الأهلي وفوزه الكبير على الانتاج الحربي يمكن منعتنا من الظهور، ولكن خط احمر دايما بيكون موجود معانا ودايما خط احمر بيكون فقره مميزه في البيت الكبير. ان شاء الله يعني نكون حلقه دسمه، حلقه مميزه، هنتكلم على كل ملفات كاس العالم وهنتكلم على الكره المصريه وتفوق فريقنا النادي الاهلي امبارح، هنتكلم في ملفات كتيره جدا. يا رب ان شاء الله تكون حلقه مميزه يا سامي. طبعا هم منعونا من الظهور بس كنا معهم بقلبنا طبعا وكنا بنشجع بقلبنا، وزي ما كابتن هاني قال يمكن النهاردة حلقة فعلا مميزة في يوم مميز. النهاردة قبل ما نتكلم في الكورة وموسيماني ووليد سليمان، عايزين طبعا نتكلم عن مصر وعظمة مصر اللي قدرت ان هي تنظم النهاردة مونديال كرة اليد في ظل الظروف الصعبة. وزي ما اتكلمنا يمكن اول امبارح، عندنا ظروف بيمر بيها العالم كله مش احنا بس. النهاردة حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحفل الافتتاح واعطاء شارة البدء لانطلاق البطولة هو اكيد شرف عظيم وكبير لكل المصريين، ودليل على اهتمام فعلا الدولة المصرية بهذا الحدث العالمي والرائع. شفنا حفل افتتاح زي ما انتم شايفين في الصور، افتتاح رائع جدا. شفنا فوز لمنتخبنا في اول مباراه على منتخب تشيلي في افتتاح المونديال 35-29. النهارده طبعا فوز المنتخب يعني بادره خير وفتحت، يعني ان شاء الله يا رب، يعني بادره امل تكون النهارده حدث كبير يا سامي. النهارده كل العالم بيتكلم على هذه الافتتاحيه الرائعه، بطوله العالم لكره اليد، وكمان بمشاركه لاول مره في تاريخ كره اليد او كاس العالم مشاركه 32 منتخب. ده اكيد تحدي كبير للمصريين، ويوم بعد يوم بصراحه بعد بطوله امم افريقيا الدوله المصريه بتقول نحن قد التحدي، احنا قادرين على التحدي بشكل كبير جدا. بنشوف المشهد النهارده في الافتتاح اكتر من رائع، مشهد يعني اكيد كان نفسنا نشوف الجماهير موجوده واللاعبين كان اكيد كان نفسها تكون الجماهير موجوده. اعتقد النهارده كمان المباراه والفوز فيها كان مهم جدا جدا، لكن طبعا صحه اللاعبين وصحه الجماهير ده شيء مهم جدا. احنا عارفين كمان رغم انسحاب منتخبي امريكا ومنتخب التشيك بسبب طبعا ظروف كورونا او عديد من الاصابات عندهم بفيروس كورونا، انه تم استبدال المنتخبين بمنتخب مقدونيا ومنتخب سويسرا. طبعا كل ده في ظل اصرار كل من المسؤولين وعلى راسهم طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء وكمان يعني الاستاذ حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، كل دوت اصرار لانجاح البطوله. اعتقد انها كانت خطوه كبيره جدا ودليل على نجاح البطوله، وكمان هو حضور سيد طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه وحرصه على حضور الافتتاح النهارده كانت انطلاق شاره البدايه او يعني بدايه مونديال ان شاء الله باذن الله تتوج فيه مصر بالكاس الغاليه. كنا سعداء جدا النهارده وشفنا انجاز كمان على مستوى التنظيم، وده مش غريب على مصر يا سهام. طبعا دايما يعني بنتحدى الصعاب ودايما
يعني بنكون عندنا مواقف كبيره جدا جدا، مش على المستوى المحلي بس، على المستوى العالمي. النهارده انطلاقه رائعه، بنشوف كمان فوز المنتخب المصري في اول خطواته، وان شاء الله باذن الله يعني في نهايه البطوله يتوج المنتخب المصري باذن الله بكاس العالم يا رب. ان شاء الله. كلنا بنقول يا رب، ودي بدايه مبشره النهارده ان انت طبعا تكون يعني حاضر. طبعا انت النهارده البلد المضيفه، بتلعب كل الماتشات دي او المباريات دي على ملعب استاد القاهره الدولي اللي النهارده طبعا كان في الافتتاح مونديال كره اليد. ان شاء الله يا رب منتخب يشرفنا ويقدم او يحقق نتيجه ايجابيه في ظل كمان الظروف اللي احنا بنتكلم عليها دي. يعني يا رب. احنا طبعا كل يوم معاكم باستمرار، كل يوم هنقدم رسالتنا هنا من قناه النادي الاهلي لهذا المونديال العالمي اللي بيقام في مصر حاليا. هنروح لموضوع تاني، وموضوع تاني مهم جدا، وهو فوز الاهلي امبارح على الانتاج الحربي 4-1. طبعا فوز كبير ومهم جدا، مهم في مشوار الحفاظ على لقب الدوري ال 43 وحصد البطولة الغالية دي. الأهلي امبارح ظهر بشكل أكتر من رائع، خلينا نقول كل اللعيبة على قد المسؤولية ظهرت، الكل تألق من بداية، يعني بداية طبعا من شناوي، حتى بواليا على فكرة، يعني بواليا ومن بعده محمد شريف. فريق النادي الأهلي في الفترة الأخيرة كنا دايما بنتكلم هنا عن الانسجام الحاصل اللي حصل بسرعة جدا، بنتكلم على التكامل، أو أصبح يمكن بيشكل النهاردة الفريق دوت خطورة على أي فريق. كلنا النهاردة كنا بنتفرج على الأهلي وكلنا ثقة الحمد لله أننا نقدر فعلا نحقق الفوز في أي وقت بسبب الأوراق الرابحة اللي موجودة عندك في الفريق وفي كل مركز. لما بيغيب لاعب ما بقيناش النهاردة يمكن بنحس بأي تأثير يعني كبير. ده ليه؟ ده لأن طبعا كل اللعيبة النهاردة تقريبا أصبحت على مستوى فني واحد، كلهم قادرين على تحقيق الانتصار. النهاردة موسيماني كل يوم بيثبت فعلا إن هو كان اختيار يمكن جيد جدا للكابتن محمود الخطيب رئيس طبعا النادي الأهلي. والنهارده يمكن شفنا اداء ولا اروع بيقدمه وليد سليمان. الحقيقه النهارده قبل بس ما اتكلم عن وليد سليمان، وطبعا الصوره دي او اللقطه ديت لموسيماني، عايز اتكلم على مجلس الاداره والمشرف النهارده كمان على كره الكوره، واختيار رائع للجنه التخطيط في القلعه الحمراء لمستر موسيماني المدير الفني الجنوب افريقي. ده اللي عامل حاله النهارده رائعه بين اللعيبه وعلاقه قويه جدا، وده واضح من خلال اداء اللعيبه النهارده، لعيبه الاهلي وحبهم ليه. عايزه بقى اروح لوليد سليمان اللي تألق امبارح بشكل كبير جدا، وإحرازه الهدفين ولا أجمل من كده الحقيقة. ووليد الحقيقة برضو من يومه وهو مميز جدا، ومميز في كل حاجة، مميز في حبه لربنا، مميز في عشقه للفانيلا الحمراء، مميز في تقديره لجمهور النادي الأهلي من أول يوم، مميز في أخلاقه، مميز في أدائه في الملعب لحد آخر لحظة. عمره ما عمل مشكلة، عمره ما اعترض على جلوسه على الدكة، عمره ما قال أنا عايز فلوس زيادة، أصل أنا كبرت وعايز أأمن مستقبلي. وليد سليمان ده اللي يتقال عليه فعلا لعيب من طراز فريد، لعيب في حتة تانية خالص. هو فعلا لاعب يعني من زمن الحبايب كده زي ما بيقولوا. وليد سليمان اللي عمل المستحيل علشان يلعب للأهلي، واللي ضحى بكتير جدا واشترى الفانيلا الحمراء، واللي النهارده بيشتري الأهلي وبيشتري جمهوره، ويعني اقول ايه، اتشال فوق الدماغ فعلا. هو فعلا خاتم سليمان، هو الحاوي، لاعب من طراز فريد كلنا بنحبه. حتى موسيماني امبارح في المؤتمر الصحفي كان بيقول للصحفيين انتوا ما سألتونيش على وليد، يعني قعد يتغزل فيه. وشفنا حتى امبارح الحديث وحاله الحب اللي ما بين موسيماني ووليد، وقال لك انا كان نفسي اضربه من وهو ناشئ. فدي علاقه بتدل حتى على علاقه موسيماني زي ما قلت في الاول بجميع اللعيبه، لا وخاصة مش بالوليد بس. طبعا وليد يمكن حاله يمكن مميزه، حاله فريده في كره القدم المصريه بشكل عام. لو اتكلمنا عن النادي الاهلي اكيد خلاص وليد سليمان حفر اسمه من ضمن اساطير النادي الاهلي. ده طبعا يمكن الإشادة الكبيرة اللي حصل عليها وليد في الفترة الأخيرة، لكن علاقته وارتباطه بالنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي بالأخص هي علاقة مهمة جدا. أي لاعب ويعني
بينال حب جماهير النادي الاهلي. انتوا عارفين جماهير النادي الاهلي يمكن بتكون حساسه جدا وعندها صدق جدا في المشاعر بالنسبه لاي لعيب. النهارده وليد سليمان فعلا يعني بيدخل قلوب جماهير النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا. وليد كمان خلاص هو كمان بيتكلم بيقول انا بمشي في الشارع ورافع راسي، يعني اهم كتير جدا جدا من حتى الجوائز والفلوس. وكلنا شايفين جماهير النادي الاهلي والعلاقه الرائعه ما بين وليد سليمان وجماهير النادي الاهلي، لو كانت جماهير موجوده في الملعب لكن العلاقه على السوشيال ميديا اكتر من رائعه. خلينا نتكلم ان كان في امبارح في المباراه نقط مضيئه جدا جدا، لكن يعني النقطه المضيئه بشكل كبير جدا، ويمكن شفنا اللقطه بتاعه موسيماني وقد ايه كان منبهر باداء وليد سليمان، وخاصه في الجون الثاني اللي جابه بشكل اكتر من رائع. ده بيدل على قيمه وليد سليمان. قيمه وليد سليمان مش بس في القيمه داخل الملعب، خلينا نتكلم واتكلمنا هنا في البيت الكبير ان كمان قيمه وليد سليمان على المستوى الشخصي، على مستوى ككابتن من كباتن فرقه النادي الاهلي اللي بيقوم بدور اكتر من رائع في غرف الملابس من خلال تواجده حتى على دقة الاحتياطي. وليد سليمان بينزل نزل 10 دقائق، نزل 5 دقائق، بيكون ليه شكل في الملعب، بيغير اداء الملعب، بيحرز اهداف. فخلينا نتكلم ان امبارح مبروك للنادي الاهلي، فوز كبير، فوز عريض على الانتاج الحربي. فريق الانتاج الحربي بصراحه كمان قدم الشوط الاولاني مباراه اكتر من رائعه بقياده طبعا الكابتن مختار اللي دايما بيقدم مباراه جيده امام النادي الاهلي. لكن كالعاده او للمباراه الثانيه على التوالي، الوجه الجميل بيظهر للنادي الاهلي في الشوط الثاني بتغييرات مميزه جدا لموسيماني بوجود وليد سليمان باهداف 4، اعتقد اهداف جميله جدا من اجمل، يعني لو اتكلمنا علي معلول انا في وجهه نظري افضل ظهير ايسر مش في مصر بس يمكن في افريقيا، وهدف رائع. بعد كده كمان حسين الشحات بعد شويه من هو كمان بعد يعني بعد الهدف الرائع اللي جابه تحس ان هو كمان متضايق لانه حاسس بنفسه، حاسس انه عنده اكتر من كده، يمكن الكره مش ماشيه معاه، لكن بيرجع بيجيب جون اكتر من رائع. الجون الثاني كمان الحاوي وليد سليمان بيحرز هدفين. يعني مباراه النادي الاهلي امبارح حسام بصراحه خاصه الشوط الثاني يعني بتطمن جماهير النادي الاهلي ان احنا عندنا فرقه ثقيله، عندنا فرقه مميزه لما العناصر وكل عنصر بيكمل الثاني. ما ننساش بدري بنون طبعاً. كمان على المستوى الدفاعي اكتر من رائع بشكل كبير. ويعني شفنا كمان اكرم توفيق لاعب باك يمين ادى بشكل معقول. عندنا كمان الشوط الثاني بعد نزول محمد هاني دخل في نص الملعب بيأدي بشكل اكتر من رائع. زي ما انت قلتي في كل مركز عندنا الحمد لله اكتر من لاعب، ما فيش لاعب بيغيب عن الفريق وتحس ان فيه هزه. قفشه ضروري جدا يكون في الملعب. وليد سليمان عنده دوره، بواليا زي ما انت قلتي جاي رغم ان هو بيضيع اهداف شويه لكن جاي في الطريق ان شاء الله، واحنا متاكدين ان هنكون عنصر هام جدا. عندنا كهربا، بدري بنون، ايمن اشرف، يعني الحمد لله احنا فرقه النادي الاهلي مطمنين ان شاء الله بالاصرار ده بالشغل الفني والاداري. اعتقد ان شاء الله ان احنا هنروح باذن الله للنجمه 43 ان شاء الله. مباراه كانت ممتعه، مباراه مفتوحه. خلونا دلوقتي نروح نشوف تقرير الاهلي. الاهلي هو بيبدع وبيمتعنا كلنا تحت قياده موسيماني. حقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزا عريضا على نظيره الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي الأول 2020-2021. هدف الأهلي الأول أحرزه التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق ليواصل اللاعب تألقه وصناعته للفارق في مباريات المارد الأحمر. وعزز الفوز حسين الشحات بهدف ثان ليستعيد اللاعب الثقة بهزه لشباك الإنتاج. وواصل وليد سليمان هوايته بإحراز الأهداف عند الدفع به كبديل وسجل الهدف الثالث والرابع في اللقاء ليفرض احترام الجميع له فنيا وأخلاقيا كعادته دائما. الفوز رفع رصيد الفريق الأحمر للنقطة 16
ليواصل تصدره لجدول مسابقة الدوري. الأهلي حقق فوزه الخامس بالمسابقة هذا الموسم، حيث سبق وفاز على مصر للمقصة وغزل المحلة والاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا، وتغلب مؤخرا على الإنتاج الحربي. واطمأن الجهاز الفني للمارد الأحمر على لاعبي الفريق المصابين بعد الدفع بالثنائي محمد هاني ورامي ربيعة في آخر دقائق من المباراة، بجانب منح دقائق أكبر للمشاركة لكل من محمد مجدي أفشا ومحمود كهربا والوافد الجديد والتر بواليا لتجهيز جميع اللاعبين قبل مونديال الأندية. بيبدع وبيمتعنا في الفترة الأخيرة، وإن شاء الله يكمل المسيرة وفي مونديال الأندية ويحقق مركز متقدم ويظهر بشكل أيضا يسعد كل الجماهير الأهلوية. عايزين نروح بقى البطلة العالمية يا جماعة، بنت من أبناء النادي الأهلي، ميار شريف. ميار شريف بتتألق برضو في الفترة الأخيرة. النهاردة ميار أول لاعبة مصرية بتوصل للدور الرئيسي لبطولة أستراليا المفتوحة الكبرى للتنس، أولى بطولات الجراند سلام الأربعة للسنة دي. النهاردة ميار 24 سنة بتصنف 128 عالمياً في الدور التمهيد الثالث والأخير اللي بيؤهل للمنافسات الرسمية على الصربية ألكساندرا كرونيتش المصنفة 232 عالميا بواقع 6-1 و6-2. ده يعتبر تاني ظهور لميار في البطولات الكبرى دي بعد ما شاركت طبعا السنة اللي فاتت في رولان جارز، وطبعا يعني بطلة برضو وبنت من أبناء النادي الأهلي اللي احنا بنحييها حقيقة وبنفتخر بيها الحقيقة. من السنة اللي فاتت عاملة شغلة أكتر من رائع، ودايما فخورين. دايما كرة القدم بتاخد الصورة، لكن كمان عندنا بطلات في جميع اللعبات. شفنا على المستوى الكرة الجماعية، بنتكلم على كرة السلة واليد، كمان على مستوى التنس بتقدم مستوى أكتر من رائع في بطولات عالمية. ونفسنا بقى كمان نشوف ان شاء الله في تتقدم لادوار كمان نهائيه، ودي هتبقى يعني طبعا هتبقى سابقه من يعني قدامها المستقبل طويل، ودايما احنا سبورت وخاصه لاولاد النادي الاهلي. طبعا فقرتنا خلصت، فقره الاخبار خلصت. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نستقبل الكابتن الكبير طارق العشري مدير الفني القدير، وحوار ممتع هنا في البيت الكبير. ترحب بحضراتكم مره ثانيه، البيت الكبير لسه مستمر. نتكلم النهاردة في فقرتنا الرئيسية في البيت الكبير مع واحد من ألمع وأبرز الشخصيات الحقيقة اللي مروا على تاريخ الكورة المصرية. مفيش اتنين بمختلف الانتماءات الحقيقة ما يختلفوش على هذه الشخصية الراقية والمهذبة، سواء بنتكلم بقى وهو في عالم التدريب منذ سنوات طويلة، سواء هو لاعب، حتى الرقي في التعامل والشياكة والبساطة، يعني ما بتقولش يعني غير ان احنا فعلا مع قيمة وقامة كبيرة اسمها المدرب الكبير والقدير طارق العشري اللي منورنا النهاردة في احدث ظهور ليه الحقيقة من فترة طويلة جدا في البيت الكبير. بقالنا قد ايه مثلا ما ظهرناش؟ لا اولا تحياتي ليكم، انا سعيد طبعا متواجد مع الكابتن هاني ومع حضرتك، وان شاء الله موفقين. منور يا كابتن صراحه، يعني انت منور البيت الكبير، وانا جاي فعلا بيتنا. طبعا البيت الكبير ده بيتنا، بيتك يا كابتن طارق، وكلنا فاكرين وجماهير النادي الاهلي فاكره قد ايه عشق يعني الكابتن طارق العشري، وقد ايه كان كمان بيحب يستفيد من خبرات النادي الاهلي ووجودك كتير. ايام جوزيه هنتكلم على تفاصيل كتيره جدا. انت حياتك كلاعب مميز جدا جدا على المستوى الفني، مشوار طويل كلاعب، وكمان كابتن طارق مشوار طويل قوي كمدرب، ومحطات كتيره مرت في حياتك اعتقد معظمها ناجحه. يمكن في سوء حظ الفترات اللي فاتت بتمر على اي مدرب في العالم مفيش شك، فعندنا ملفات كتيره جدا. اولا مشرفنا في البيت الكبير، ودايما يعني تكون منورنا بصفه مستمره. هنتكلم على حاجات كتير جدا، لكن معانا تقرير مهم جدا عن الكابتن الكبير طارق العشري. نشوف التقرير ونرجع نبدا حوارنا مع الكابتن الكبير طارق العشري. زي ما كنا بنتكلم حتى قبل عرض هذا التقرير، معانا واحد من ابرز الشخصيات الكرويه، مدرب مخضرم فرض نفسه واسمه على الجميع، كون شعبيه الحقيقه ضخمه جدا. زي ما بنقول ما فيش اتنين من الجماهير الكوره المصريه بمختلف انتماءاتها يختلفوا على هذا الاسم. شخصيه مهنيه جدا، راقي جدا، زي ما اتكلمنا برضو يمكن حقق بطولات متميزه جدا
جدا، واللي يدل على انه مدرب كبير، ان البطولات ديت ما كانتش مع انديه جماهيريه، ارتبط اسمه بحرس الحدود واللي حقق معاه انجازات والحقيقه عمل نتائج. يعني بنتكلم في 3 بطولات مع حرس الحدود، هو المدرب التاريخي للحدود، وتوج بكاس مصر في 2009 على حساب انبي بركلات الترجيح، السوبر المحلي على حساب الاهلي بهدفين نظيفين، وفتره او مره ثانيه على الاهلي في 2010 وتوج بكاس مصر ايضا بركلات الترجيح. عنده تجربه رائعه جدا في ليبيا، قاد العديد من الفرق المهمه في الدوري زي انبي، المقاولين العرب، وادي دجله، طلائع الجيش. النهارده مشرفنا تلميذ مانويل جوزيه زي ما الجماهير ما بتلقبه، النجم المخضرم طارق العشري. برحب بيك تاني وتاني برضه. بالك قد ايه ما ظهرتش، ما جاوبتش على السؤال ده؟ كتير يعني صراحه. إيه؟ يعني من فتره كبيره جدا بعد تولي المصري، يمكن انا مش متذكر ان انا ظهرت في الاعلام كتير جدا، لان الفتره ديت مريت بفتره صعبه جدا جدا عليا. اولا انا بشكركم على المقدمه، وانتم يعني عاطيني اكبر من حقي صراحه. انا يعني ابسط من كده بكتير، والنجاحات دي طبعا في شك بأدين بالفضل الله سبحانه وتعالى، وكل المدربين اللي انا تعاملت معهم في تاريخي، من اول طبعا الكابتن حلمي طولان، الكابتن محمد عمر، مستر مانويل جوزيه، لان ده ليه يعني تاريخ معايا في او تحول كبير جدا في شخصيه طارق العشري. لما انا طبعا فضلت ان انا اروح، ويمكن انتقدت كتير جدا في الخطوه ديت لما رحت لمستر مانو في النادي الاهلي، لكن انا بشكركم مره ثانيه، وسعيد ان انا متواجد معاكم في البيت الكبير، سعيد متواجد طبعا معايا اخويا الصغير الكابتن هاني، وان شاء الله اشوفكم متالقين دايما على الشاشه في الطفره الكبيره اللي انا شايفها داخل قناه النادي الاهلي، ودايما متالقين، ودايما النادي الاهلي دايما متالق، ودايما في مصاف الانديه الكبيره طبعا، ده معروف طبعا بشكل كبير جدا. انت اللي منورنا يا كابتن. الله يخليك كابتن هاني. زي ما قلت لحضرتك، يمكن قبل ما نطلع للتقرير، مشوار طويل على مستوى اللعب كلاعب، عديت مشوار اكتر من رائع، ولسه احنا كنا بندردش وبنقول حتى فرحه اللعيب وهو بيكسب بطوله او بيروح منتخب مصر بتختلف شويه عن حتى فرحه المدرب وهو بيكسب بطوله. خلينا نبدا يمكن تاريخ الكابتن طارق العشري كلاعب. محطات كتيرة جدا مريت بيها، وعلى المستوى المحلي، على المستوى الدولي برضو. نحب نفكر الجماهير كمان ان كابتن طارق العشري كمان كان لاعب مميز جدا، وكان ليه نجاحات كبيرة على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي. انت بترجعني هادي التاريخ. ارجعك تاني التاريخ من الاول، بعدين نطلع بقى على الصعب يعني. لان طبعا مفيش شك، طبعا مفيش احلى من الذكريات اكيد. ولو انت وانا خاصة الناس اللي هي كانت في الملعب بتتمنى في الفترة الحالية اللي بيشايفها طبعا الطفرات الكبيرة بتاعت اللعيبة يقول يا ريتنا ان احنا اتولدنا في الفترة دي، لان احنا في مواهب كتير جدا جدا، يمكن كمان افضل مننا، وبرزوا على الساحة في كرة القدم في مصر، لكن ما خدوش حقهم حقيقي. النهاردة كل يعني انا متذكر الله يرحمه ابويا لما انا رحت نادي الاتحاد من وراه لان هو كان زي أب اي اب بيهمه الدراسه طبيعي. نمره واحد الدراسه. فانا لما رحت نادي الاتحاد يعني رحت يعني مش عاوز اقول لك بمحض الصدفه، ومن وراه كنت رايح اتفرج على زميل ليا رايح الاختبارات. ده انت مش رايح اختبارات مش رايح اختبارات، انت رايح تتفرج على واحد رايح واحد صاحبي في نفس الشارع. وانت عارف ان احنا الشارع هو يمكن كان المصدر الرئيسي لتعليمنا كره القدم. ده حقيقي ايام ما كانت الشوارع بتطلع مواهب شراب بقى يعني. بالظبط كده، وكانت الشوارع بتلعب بعضهم بعض. فقال لي انا رايح نادي الاتحاد. طبعا انا كنت كل يوم اروح المدرسه واخد الشنطه بتاعتي، وهو ما يعرفش وجوه الشنطه لبس ان انا رحت بدل الكوره. لما رحت الاول نادي الاتحاد مع زميلي ده، اتفرجت عليه، كنت قاعد في المدرجات في الشطبي وهو بيختبر، وكان الله يرحمه الكابتن علي الكيلاني، كابتن محمد جابر، دول الناس من اقطاب لاعبي النادي الاتحاد طبعا، كانوا هم ماسكين فريق 16 سنه. ف كان عمرك كام يا كابتن سعاده؟ 15 سنه. وبعدين لما خلص زميلي محمد قلت له طب ما تجيب لبسك، انا خدت من لبسه تلبسه وتعمل بيه الاختبارات. انزل اختبر انا كمان، اشمعنى انت؟
فيعني عاوز اقول لك ان الصدف ساعات بتبقى انت مش يعني مش مخطط لها بالزبط. لكن ربنا سبحانه وتعالى مخطط لك حاجه انت ما كنتش في بالك. ده حقيقي. فنزلت كان الكابتن علي خلص وماشيين، قعدت اجري وراه. كابتن علي راح باصص لي، قلت له انا عاوز اختبر. قال لي احنا خلصنا. قلت له طب بس انا جاي من مدينه كفر الدوار فممكن تشوفني. قال لي انت بتلعب ايه؟ اول سؤال سالوني بعين الخبره برضه. قال لي، قلت له انا بلعب مساك رقم 5 يعني. قال لي انت بتلعب كوره؟ قلت له انا بلعب عندنا فرقه اسمها غزل كفر الدوار. قال لي انت بتلعب مساك؟ وكان الكابتن علي هو مركزه المساك ده. وبعدين قال لي يعني بتعرف تلعب؟ مع الحاح ان انا اختبر. قال لي انت بتعرف تلعب؟ قلت له جربني شوفني. فجربني الاختبارات العاديه، الهيدرز اللي بيشوف المهاره بتاعتي في الكوره بس يعني. ما مش وسط تيم مش يعني. وسط تيم لقى عندي يعني في حاجه هو شافها لمسها فيه. قال لي طب انت بتلعب كفر الدوار؟ قال لي انت بتعرف تجيب لي الاستغنى؟ على طول كده. قلت له انا بلعب كفر الدوار وهجيب لك الاستغنى. انا كده ايه؟ قال لي تعالى هات الاستغنى وتعالى وانت اعتبر نفسك. فلما دخلت مع الفرقه ورحت جبت استغنى من كفر الدوار ودخلت النادي، فمره كده من المرات كان عندنا ماتش في الناشئين، فبيقول لي انت عارف يا طارق لما انت جيت وقلت لي الحاد احنا كنا بندور على سنتر هاف. يا ربنا سبحان الله، احنا كنا بندور على ده قادر يا كابتن. بالصدفة هو ربنا سبحانه وتعالى ساعات بيخطط لك حاجه. انت من ساعتها ما دخلت النادي كان زمان، ويمكن كابتن هاني يعرف، ان دايما فرق الناشئين اللي هي دلوقتي اصبحت بعيده يعني، اصبحت مش هي الممول الرئيسي للفريق الاول. كان زمان الممول الرئيسي للفريق الاول ليه بقى؟ لان ما كانش في احتراف. كان اللاعب بيفضل في النادي لحد ما بيبطل في فرقته. فكان متنشل على فرقه 17 سنه في 5 لعيب، فرقه 19 سنه في 5 لعيب، فرقه 21 سنه معروفين بالاسم. كل فرقه معروفه لا بالاسم. كان بيطلع كم يعني طبعا. يطلع لك حوالي 15 لاعب، وبعدين انت بتصفصفهم، ممكن يصفصف على 5-6 لاعبين كل موسم. الفريق الاول بيمتد بخمس، كنت انا واحد منهم. لما صعدت الفريق الاول والله مسيب الخير الكابتن اباظه والكابتن فؤاد مرسي اعطوني اول ماتش موسم 83-84 في بورسعيد على الله يرحمه الكابتن كاستن يا مصعد دور. اول ماتش العبه في بورسعيد، وكان انت عارف انت المباريات في بورسعيد بجماهيريتها ومع على نجم كبير زي مصعد نور، وانا طالع ناشئ لسه. كنت بقى كام سنه يا كابتن؟ 17 كنت لا كنت 19 سنه. 19 سنه. وكان كابتن فؤاد مرسي وكابتن اباظه ومسيهم بالخير هم اول ما نحوني الفرصه ديت. طبعا انا بلعب على مصعد نور وعاوز اثبت نفسي، والحمد لله يعني البدايه كانت موفقه. لما لعبت في بورسعيد اديت بشكل كويس، وبعدين انت كنت كل عمال تخش في اختبارات، وانت عارف ده هاني، ان كل مباراه مع فرقه انت بتلاقي السنتر فيرود بتاعها اتقل من التاني. زمان كان كل فرقه ما شاء الله. على فكره انا لعبت على كابتن الخطيب شوط واحد فعلا. والله ده امتى كابتن؟ اسكندريه. انا متذكر في اسكندريه، وكان الدنيا مطر جامد جدا جدا، ويروح المطر وينزل ويروح وينزل، الملعب هيتلعب مش هيتلعب، المهم قرروا ان يلعب المباراه دي. فلعبنا شوط والمطر اتلغى على شوط. كنت ده الشوط والمباراه اتلغت بعد الشوط. الشوط الوحيد اللي لعبته على الكابتن خطيب لما لحقته. فبعدها ابتديت اخش بقى على العب على لعبت على مصعد نور، لعبت على كوارشي في الزمالك. الزمالك طبعا ابتدى اسمي يعني اثبت اقدامي مع النادي الاتحاد. ابتدى ان وكان معايا الكابتن محمد عمر، كان معايا في اخره الكابتن بوبو الله يرحمه. الله يرحمه طبعا. طبعا كابتن الجارم كان في العصر الذهبي كمان. البابلي طبعا. كابتن أكيد. البابلي كان الجيل ده كله يعني، يمكن انا لحقتهم في الاخر. انت كنت اصغر واحد. وابتديت انا احط رجل معاهم، بس كنت بلعب على سنتر فراوده تقال. كل فرود لوزنه، وكل نادي كان ليه يعني على الاقل في 2 فرود لاين. مين اللي كان بيتعب طارق العشري؟ مين اللي تعبك؟ لا اللي تعبني كتير. كلهم رسول عمري رسول. المكان بتاعنا المكان بتاعنا يعني مكان مجهد جدا جدا، بيحتاج تركيز كبير جدا، لان انت المفترض بتلعبي على افضل لاعب اللي هو السكورر، وانت بتحاول انك تلغيه. يا هو يتفوق عليكي يا انت تتفوق عليه.
فمهمة كبيرة جدا جدا. فانت لما بتلعب على النجوم دي والاسامي الكبيرة دي وبتلغيها مفيش شك بتديك ثبات وتديك نجومية طبعا، لان انت بتلعب على، يعني انا اتذكر لعبت على الله يرحمه في الاسماعيلي محمد حازم، لعبت على حمدي نوح، لعبت على شيكو بتاع المقاولين لو تفتكروا، لعبت على كابتن حمادة المصري، لعبت على المشائي المحلة كل دول كانوا بيمثل السكورة بتاع التيم، يعني الهداف. انت لعبت على كابتن عادل عبد المقصود، الكابتن السويسي في الاولمبي، يعني شوف كان في كل نادي كان في اربع فيرود لاين. كابتن كمال عبد الحميد، جمال عبد الحميد لعبت عليه، محمد رمضان، حسام، يعني من اكتر الناس طبعا تعبوني حسام اكيد انا متاكد. حتى انا كان تجمعني مع محمد رمضان بالذات، محمد من النوع اللي هو يفضل قاعد، وايمن شوقي يفضل قاعد لحد في الاخر خاطر مش هتحس بيه، مش هتحس بيه اللي هو بيجيب جول. لعبت على ايمن منصور، ايمن منصور الزمالك طبعا نجم كبير. فتبص تلاقيه محمد رمضان لما كنا بنجمعنا في المنتخب بيقول لي انا افضل قاعد استغل حد يروح سرقك بجول وتخلص بيه الماتش. وكان بيبقى فيه صراع كبير جدا جدا بين السنتر هاف وبين راس الحربه، عشان بس انا اخدت خبرات كبيره قوي. الحمد لله قعدت من 83 84 موسم 83 84 بطلت 99. مفيش مباراه سبتها لنادي الاتحاد الا ما خطها. كان فيها محطات من 85 دخلت المنتخب مع مايكل سميث. بس في الجيل بتاع 86 ده استعداد لبطوله امم افريقيا في مصر. كان خدونا لو تفتكر ان منتخب مصر خرج من المغرب في تصفيات كاس عالم قبليها قبل البطوله في كاس المغرب، وقالوا ان هم هيكونوا جيل جديد شاب، وكنا احنا كل الانديه ابتدت تدفع بحسام وانا وابو طالب العيسوي وطارق الصاوي واحمد رمزي اشرف قاسم، المجموعه دي كلها يعني اللي كانت طلعت على الساحه دي، وعملوا مننا تيم. كان في التزام دولي مع النرويج، ولازم الالتزام ده ان احنا المنتخب يروح. فكوننا تيم، رحنا هناك طبعا في خلال انت عارف انت المعسكرات القصيره بتيم يضحى بيه. ايوه روحوا العبوا المباراه دي عشان احنا دافعين فيها فلوس. ده مباراتين ماتشين كمان. مباراه مع الفريق الاول خدنا 3-0، مباراة مع الفريق الاولمبي خدنا 6-0. الحمد لله والله البدايه جيده جدا على مستوى الدولي. ندمتوا طبعا؟ لا انا عاوز اقول لك ان مفترض ان هم دول صفوه الـ يعني المنتخب اللي هم قالوا هيجددوا بيه المنتخب وعشان يخشوا بيه بقى ايه 86. كان نتيجتها على الاثر على طول ان اتلغى الناس ديت. اعتقد خدوا مننا بس حسام في 86. حسام في 86 مع مايكل سميث، ورجع طبعا الجيل القديم لعب البطوله ال 86. الحمد لله اللي هم توجوا بالبطوله هنا طبعا اللي احنا نظمناها، وكانت بطوله افريقيه مايكل سميث. 87 رحت مع مايكل سميث ثاني بطوله الالعاب الافريقيه اللي كانت في كينيا، وخدنا الميداليه الذهبيه هناك. بس كان جيل تقيل صراحه، وكان اسامي كبيره جدا، كان منهم طبعا في 86 كابتن الخطيب، كابتن مصطفى عبده، كابتن ربيع ياسين، كابتن محمد عمر، شوقي غريب، حماده صدقي، عماد سليمان، محمد حازم، يعني اسامي تقيله. بتقول يا كابتن اسامي تقيله، اسامي دي بتقول لعبت على اسامي كبيره جدا، يعني تقلت حتى اسم طارق العشري. طبعا امتى كابتن طارق العشري طبعًا حمل كان كل تيم خلي بالك تقيل طبعا، لأن في اسمه اثنين وثلاثه محافظ على المجموعه ما بيخرجش. يعني الاحتراف قوى فرق واضعف فرق، مفيش شك، لان كنت بتاخد من النادي افضل لاعب عنده. حملت امتى شارة القيادة، قيادة فريق الاتحاد؟ طبعا حملت شارة الاتحاد، يعني انا مش متذكر السنة بالظبط، لكن انا قعدت من بعد ما بطل كابتن محمد عمر، لان كابتن محمد عمر هو كان كابتن الفرقة في اللحظة دي، بعديه كان الكابتن محمود عطا، وبعد كده انا توليت المسؤولية من بعديهم. لكن قعدت حوالي كتير جدا شايل شارة نادي الاتحاد السكندري. كان نفسي النادي الاتحاد فعلا في السنين اللي احنا بنتولى فيها المسؤوليه كلاعب، او ان للنادي الاتحاد تاريخ، يعني بالورقه والقلم هو يمكن من اكتر الانديه من بعد الاهلي والزمالك حصولا على الكاس، يعني خاصه بطوله الكاس مصر، يعني 6 مرات على ما اعتقد. وكان نفسي فعلا النادي الاتحاد يبقى فيه نقله كبيره جدا جدا على صعيد المنافسه في الدوري، او بصعيد لان يستحق.
شعبيه كبيره جدا، مدينه كبيره جدا طبعا، عامره باللاعبين. فكنت الواحد يستغرب ان نادي الاتحاد يعني بيمر بضربات كبيره جدا جدا، لدرجه ان احنا كنا ساعات بننافس على الهروب من المنطقه الخطر في النزول للدرجه الثانيه. طبعا يعني ما فيش شك طبعا الماديات كانت بتلعب لها دور كبير جدا في التمويل طبعاً، في تدعيم، عشان تدعيم تجيب لعيبه كويسه. ونادي الاتحاد صراحه كان عباره عن نادي الشاطبي فقط لا غير، ما فيش اي تمويل موارد، المحافظ ساعات يدي ما يديش، يعني ما فيش يعني زي بقيه الانديه الشعبيه اللي بيعاني منها طبعا اكيد. فانا يعني عشان كده انا بقول لك لو احنا في العصر ده مثلا بتاع الحاج محمد مصلحي حاليا وهو بيضخ الاموال في النادي الاتحاد وعامل كبيره جدا جدا صحيح. اعتقد كانت الامور اتغيرت كتير جدا، خاصه ان المواهب كانت موجوده طيب. وما تنساش انهم كلهم كانوا ينتموا للانديه الاسكندريه معظمهم، يعني من ابناء البلد يعني. وضواحيها اللي حوالينا مش من بعيد، ممكن واحد او اثنين من القاهره، من النادي الاهلي، من نادي الزمالك، يعني واحد او بالكثير. فمش بتكلمش عن نادي الاتحاد بس، لا بتكلم على الاسماعيلي، بتكلم على المصري، بتكلم على المحله كان عندهم تيم قوي جدا جدا، شوقي غريب والجيل المشائي ده، يعني تيم كان يروح المنصوره، كان عندهم تيم سعد سليط، يعني لا كان كل نادي من الصعب حتى انك تروح تاخد ثلاث نقاط. طب خلينا نرجع تاني لكاريرك على مستوى اللاعب، وانت اتكلمت على المنتخب المصري كمان، ويمكن المنتخب العسكري، كان برضو خطوه كبيره جدا انك تاخد كاس العالم مع المنتخب العسكري سنه 99. احكي لنا برضو دي اللي بطلت بعدها. يعني احكي لنا بقى هذه البطوله وكواليسها وسبب او انهاء المشوار كابتن طارق العاشي على مستوى اللعب كان ايه وازاي؟ شوف انا قبلها كنت مريت بظروف صعبه في نادي الاتحاد السكندري، ويمكن انت سنه 90 اول ما قالوا احتراف مع كابتن جوهري بعد ما صعد المنتخب لكاس العالم مع كابتن جوهري، وانت كنت واحد منهم طبعا، وقرر ان الاحتراف يخش مصر، دي يمكن حصلت يعني فركشه كبيره جدا في الانديه، لان كل النجوم اصبحوا ينتقلوا، لان الماده اصبحت بتلعب دور كبير جدا، فكل واحد عاوز يروح فين، اهلي او زمالك او زمالك، الصيت والفلوس الاثنين مع بعض. ف ما فيش شك طبعا كان ماسك في الفتره دي كابتن محمد عمر المنتخب العسكري، وكنت بمر بظروف انا صعبه في نادي الاتحاد السكندري، فهو قال لي، عرض عليا ان انا اروح المنتخب، وكنت ساعتها انا لسه تحت سن الاحتياط في الجيش زي ما بيقول، ورحت هناك لعبنا بطوله الالعاب الافريقيه في غينيا، كنت الكابتن الفرقه، وكوننا التيم كويس جدا، كابتن محمد وكمل التيم، وده على اثره واحنا خدنا بطوله افريقيا في غينيا، كنا بنلعب مع غينيا في المباراه النهائيه، كسبنا 3-2 وترشحنا لكرواتيا، كانت اول مره تعمل بطوله عالم كره القدم واولمبيات عسكريه. مظبوط، اول مره، لان كان معانا فريق اليد، وكان معانا فريق السله، وكان معانا فريق للدراجات، ومعانا فريق للسباحه، اولمبيات كبيره جدا. فقالوا ان احنا ندمج، والحمد لله ربنا كرمنا، توجنا لعبنا اليونان في النهائي، يمكن المباراه انذاعت هنا على شاشه قناه النيل في مصر، وخدنا البطوله دي. من بعدها رجوع النادي الاتحاد، زي ما بتقول لك انت كنت في الاخر، يعني في اخر كان بقى كان سنوات. كام سنه كابتن طارق العاشي؟ كنت انا ساعتها 34 سنه. وكان ان انا استمر ولا انهي على اخر لقطه. قرار صعب، خلي بالك. هل استمر في مع نادي الاتحاد كلاعب، ولا انهي بان انا واخد كاس عالم عسكريه والناس كلها فاكراني؟ قبل فتره الاعتزال، انا اسف، ما فكرتش في الفتره دي بقى انك تروح لنادي الاهلي، تروح لنادي الزمالك؟ مرتين اتعرض على النادي الاهلي. مرتين للاهلي ولا الناديين؟ النادي الاهلي. كانت في اي فتره دي يا كابتن طارق؟ كنت في المنتخب، وكان كابتن انور سلامه ربنا يمسيه بالخير، عرض عليا ان انا اجي النادي الاهلي، وكان صدف يعني السيئه مش عارف بالنسبه لي ولا السعيده. نقول نحكم ان عقدي كان انتهى، وقبل ما اروح معسكر المنتخب جددت عقدي مع نادي الاتحاد. وانا في المنتخب كابتن انور السلامه كلمني، كان عن طريق اسلام يوسف حارس المرمى، اللي كان رايح برضه النادي الاهلي من نادي الترسانه،
لقيت تليفون جاي لي بيقول لي الكابتن انور سلامه. ده كان 99 ولا لا قبل كده قبل ما اطلع انا الفريق الاول تقريبا كان كابتن انور ماسك 88 89 مش عارف مش متذكر السنه. وبعدين لقيته بيقول لي يا طارق، قلت له يا كابتن طبعا اتمنى بس انا عندي مشكله. قال لي قلت له مضيت قبل ما مضيت على عقود للنادي الاتحاد بس ما كانش كان طبعا ما كانش في مانع عند حضرتك انك تروح النادي الاهلي المره الثانيه او المره الاولى كان ايام الكابتن سايس. كان ايام الكابتن سايس برضو طلبني وان انا اروح بس برضو ما حصلش نصيب. طب الجزء يا كابتن طارق زي ما انت بتقول قرار اعتزالك، قرار اعتزالك يا بطل وانا بطل كاس عالم عسكري ولا اكمل في العقل قال لي كده. في الوقت ده فكرت في الكارير التاني، هخش تدريب ولا ابقى اداره ولا هبعد عن الكره؟ لان في اللحظه دي دايما الواحد بيبص طب انا هعمل ايه، يعني ايه الخطوه اللي جايه يعني. شوف انا طبعا بعد ما بطلت، بعد ما خدت قرار، انا طبعا شورت اقرب كان واحد ليا في المرحله دي هو كابتن محمد عمر. كان هو المدير الفني وهو اصلا كمان اخويا وزميلي في نادي الاتحاد السكندري. ولعبت معاه فتره كبيره جدا. في خطوات انت بتحتاج فيها الاستشاره اكيد، ان واحد يثبتك على القرار. وهو كان مدير الفني المنتخب العسكري، قال لي بص يا طارق مفيش افضل من ان قرار انك تعمل ستوب وان انت واخد بطوله، الناس كلها هتساعدك. وبعدين انت واخد بطوله بتمثل باسم البلد، بطوله عالم عسكري ومن بره. وكان ساعتها ربنا يمسيه بالخير سياده المشير طنطاوي، تكريم، وبعدين تكريم من الرئيس، وسام من الدرجه الاولى للاعبين اللي حققوا البطوله ديت، استقبال من الرئيس. فانا يعني ضربت الكلام في عقلي، لقيت ما فيش فعلا انسب من ان انا اخد القرار بالتوقيت ده. وفعلا وكنت التوقيت ده بتفرج على نادي الاتحاد في الاستاد. وبعدين سبحان الله وانا ماشي مروح لبيتي بالعربيه اتصلت بالصدفه بالكابتن انور سلام. كان ساعتها الكابتن انور سلام مدير الفني المنتخب. صحيح. قلت له يا كابتن انا بقرر ان انا قررت ان انا اعتزل، فهل ممكن تساعدني وان المنتخب يجي ماتش اعتزالي؟ قال لي على الفور يا طارق. بس كان الله. رايه ايه في قرار اعتزالك برضه؟ لا هو ما تدخلش في القرار ده، قرار يعني شخصي. لا مش قصدي يتدخل يعني يبدي كمان برايه، لا يعني او ينصحك نصيحه. لا هو ساعتها بالعكس ده انا ما كنتش مصدق ان هو هيوافق، لان كان الاجنده بتاعت المنتخب كانت مزدحمه جدا. وقال لي قدامك شهر حددنا، يعني ده يمكن ساعدني اكتر ان انا اثبت على القرار. ثبات القرار. خلاص المنتخب جاي لك ويعمل معاك ماتش اعتزال، طبعا عشان المنتخب يجي يعني الجماهير هتيجي طبعا. يعني الاقبال هيجي، يعني في دخل هيجي. بالنسبه يعني بالنسبه لي انا بالنسبه لي لا ما فيش احسن من كده كتخطيط في ان انا انهي حياتي، واخد بطوله عالم عسكري في تكريم من الدوله. صحيح. من رئاسه الدوله وسام عسكري بتعمل المباراه مع المنتخب. منتخب بلدك ما فيش اجمل من كده. فان حتى المباراه ذات نفسها طلعت جميله جدا جدا مع نجوم اللي احنا طبعا بنعمل منتخب بيننا وبين بعض برضو، الناس اللي هي عاوزه تيجي تجامل، ومع منتخب مصر مع نجوم نادي الاتحاد السكندري مختلف الانديه ومنتخب مصر. وطلعت مباراه جيده جدا جدا، استفدت انا كمان ماديا بشكل كويس لان ده عمل لي دخل كويس، لان المنتخب لما بيجي ما فيش شك بيساعدك بشكل كبير جدا. كان ساعتها حتى التلفزيون لما بينقل بيديك فلوس حقيقي، يعني مباراه اعتزالك بيبقى ليها جزء. صحيح. فلما بطلت زي بقى السؤال اللي بيقوله هاني، هل انت تتصور ان انا اشتغلت بعد ما بطلت؟ اول حاجه طبعا كان الكابتن محمد عمر عرض عليا ان انا ابقى مساعد بتاعه في حتتين، الحته الاولى اللي هي منتخب مصر العسكري، لان احنا كنا هننظم بطوله عالم عسكري 2001 في مصر، وابقى انا المساعد. خلاص خلصت يعني واكون معاه في ضمن الستاف بتاع الجهاز. اثنين مساعد معاه في السواحل اللي هي حرس حدود سابقا، اللي هي السواحل سابقا حرس حدود حاليا. ده كان في الممتاز، كان ممتاز بيه، كان هو المدير الفني بتاع السواحل. فالاثنين انا خدتهم هنا وخدنا بطوله عالم عسكري، اضفتها برضو للسي في بتاعي كمدرب، كاول حاجه بالظبط، كلاعب ناهي بيها وابتديت بيها كمدرب. اثنين بقيت المساعد بتاع الكابتن محمد عمر. كابتن محمد عمر السنة دي
كان في تخطيط لفرق طلاع الجيش ان هي يعملوا فرقه باسم طلاع الجيش، يعملوا فرقه طلاع الجيش كمان في تدخل الدوري المصري في القاهره، ويبقى عندهم فرقتين. كان تسليط الاضواء والاستعدادات على فريق بعد كاس العالم، خدوا الكابتن محمد عمر يمسك طلاع الجيش، وكابتن محمد عمر قال انا اللي هتولى، كان ساعتها اللي هو مصطفى كامل رئيس جهاز الرياضه، قال انا هتولى حرس الحدود او السواحل، وخدوا مني افضل لعيبه عشان يدعموا بيها طلع الجيش. يعني الكابتن الكابتن راح، يعني كان سابق بقى انت كمساعد ليه في السواحل، وراح مسك طلائع الجيش، وانت على اساس ان الطلائع هي اللي هي اللي هتكمل مشوار الدوري، او هتبقى المتواجده في الدوري. السواحل هو اللي صعب. فعلا السواحل هو اللي صعب. الدوري الممتاز في السنه دي اول سنه تمسك فيها، اول سنه امسك فيها كمدرب، وده طبعا من حسن يعني الطلع زي ما بيقولوا، او توفيق ربنا سبحانه وتعالى ليا، لان دي كانت اول سنه ليا تدريب بعد المنتخب كاستقلاليه كمدير فني. الرجل الاول يعني بالظبط كده. ويمكن انا كنت بخطو خطواتي الاولى في التدريب، يعني كتعليم اكيد وكخبرات. فكمان يصادفها ان انت تحصل على كارت لنادي غير مصنف، كان دايما اللي بيصعد الاولمبي كان الكروم، كان المجموعه بتاعتنا كروم الاولمبي، كان ده منهور من الفرق اللي هي الغلسه جدا جدا، وبعدين كمان كان بتصعد لليفل تاني، انك بعد بتصعد اول للمجموعه بتاعتك وتاني بتطلع تصفيه تانيه مع فرق تانيه، كان معانا مزارع دينا، اسمنت السويس، دمياط. ده تصفيات طويله. تصفيات تانيه عشان تطلع. فكانوا بيتخانقوا عليا بعد ما صعدت ان انا اكون في مجموعه مين عشان انا الاضعف. ايوه عشان 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 يوصل. عشان يوصل تمام، عشان هم ضامنين ثلاث نقاط انا اللي اصعد. طب ده انجاز كبير برضو، ما يعني انجاز كبير في اول مشوار في التدريب. اول مشوار ليك. كان معانا طنطا، يعني بالمناسبه برضو كان طنطا من الفرق اللي هي لها باع كبير جدا في الدرجه الاولى. ف لما صعدنا طبعا كانت اول صعود لنادي تابع المؤسسه العسكريه في الدوري الممتاز، وكان متخطط لطلاء الجيش فما حصلش، ففي نادي تاني ساعتها بقى اتغير اسم الحرس الحدود بعد الصعود. ساعتها سياده المشير طنطاوي غير الاسم من السواحل، السواحل للحرس، لان السواحل ده كان نادي زمان بقى له يعني تاريخ كبير جدا من الاربعينيات او الخمسينيات، كان ليه يعني تاسيسه، وكان ليه نادي كبير جدا في منطقه الماكس اللي هو حاليا تطور بالمنطقه اللي انت شفتها دي، او الاستاد اللي انت شفته ده. ده مكان استاد الماكس، يعني هو مكان استاد الماكس دي كانت الوحده هناك اللي هي تبع حرس الحدود دي هناك. تطور دلوقتي بقى اصبح نادي كبير جدا هناك دلوقتي في المنطقه ديت بعد التطور الكبير اللي عملوه في الفتره الاخيره. فانا عاوز اقول لك يعني ديت كانت اول محطتي ان تحطني على سلم التدريب. قبل بقى ما نكمل مشوار حضرتك في التدريب، وافتكر انه مشوار حافل يعني زي ما ذكر التقرير واحنا قلنا، بس دايما لما بنسال اللعيبه السابقين عن اسعد لحظات يعني التوقيت، كانوا لعيبه ولا كانوا مدربين، دايما بيميلوا للعب اكتر. انا بحس انه في الحاله هنا حاله كابتن طارق العشري انه بيميل للتدريب اكتر من اللعب، مش عارفه انا صح ولا غلط، بس انت قلت لي تحت الهوا انه للاثنين، بس انا احسك تميل للتدريب اكتر. يعني التدريب انا عاوز اقول لك ان احنا بره الاهلي والزمالك بنصنف في الاقاليم. فعشان لعيب يخش المنتخب من الاقاليم بيبقى يبذل مجهود كبير جدا جدا عشان يقع للاختيار، عشان يخش وسط المجموعه، لان دايما الغلبه في المنتخب للاعيبي النادي الاهلي ولاعيبي النادي الزمالك، يعني النسبه الكبيره. فهتلاقي اعداد معينه من اللاعبين هم اللي بيخشوا خاصه على صعيد المنتخب الاول. فعشان تروح المنتخب طبعا بيبقى انت بالنسبه لك يوم سعدك، لان دي بتبقى نقله كبيره جدا جدا وصعبة بالنسبه لك، لان ديت يعني عاوز اقول يعني قمه الهرم بالنسبه لك كلاعب، حتى بالنسبه للاعيب النادي الاهلي، يعني مفيش انتقالات تانيه خلاص، لان لاعب طبعا انت بتمثل بلدك في بطوله كبيره زي بطوله امم افريقيه او تصفيات كاس عالم. عشان تروح كاس عالم، يعني شوفي مثلا الفرحه لما الجيل بتاع هاني مع كابتن جوهر انتزع كارت بتاع وصول كاس العالم، فرحه كبيره جدا. وعمل شاق كبير جدا بالنسبه للجهاز واللعيبه، ومشوار كبير جدا، وفي الاخر بيتوج. احنا برضو كان بالنسبه لنا كده، انك لما
اقصى طموح ليك تروح المنتخب تبقى فرحه جدا. ده بالنسبه على اللاعبين، بالنسبه على صعيد اللاعب انا كلاعب كان اقصى طموح ليا ان انا اروح المنتخب. لكن مفيش شك طبعا اللي عرفني اكتر، وخلي بالك حتى تسليط الاضواء على اللاعبين خاصه اللي بره الاهلي والزمالك، لان كان المباريات المذاعه هي مباراه الاهلي والزمالك بس، ما كانش فيه الميديا اللي انت شايفاها دي كلها، يعني مفيش المباراه كل دي مذاعه، اللي هي احنا كنا بنستنى نادي الاتحاد مباراه الاهلي عشان عشان يتذاع عشان الناس تشوفنا عشان تعرف اسامينا. ومباراه الزمالك نفس الكلام، لكن النهارده لا، النهارده كل الناس عارفه مين اللي في اسوان، مش مين اللي في نادي الاتحاد ولا في نادي لا. ففي نقله كبيره جدا، المباراه اصبحت مساعده كبيره جدا. فدي برضو بالنسبه لك يعني النقله دي بتاعه المنتخب المنتخب لا بتنقلك لمرحله تانية خالص. التدريب لا دي حاجه تانية خالص، لان انت اتحطيتي في اختبار في اول مشوار حياتك، وبعدها يعني ابتديتي تتحطي على التراك الصحيح عشان تتعلمي وعشان تاخدي خبرات، تصعدي من فريق انت اول مره تدربيه، بعدين تصعد بيه الدوري الممتاز، بعدين تخش في مرحله تعليم مع كابتن حلمي طولان. كابتن حلمي طولان طبعا من المدربين الكبار جدا، عملت معاه 4 سنوات، اتعلمت الاربع سنوات بالنسبه لي عن يعني بتتغسلي وبتتعملي عشان تاخدي عصاره طبعاً. الخبرات طبعاً. عشان انت تتعلميها. كنا بنكتب، بنقعد نكتب التدريبات، بنقعد نكتب الخبرات، بنستشيره في كل حاجه، لحد ما 4 سنين من العمل معاه يعني انا ذات نفسي استفدت، شربت. وبعدين يعني بمعنى الدرجه تقلتي يعني انت اضفتي بالاضافه للتعليم يعني الشهادات في الكورسات اللي احنا كنت بتاخديها، وبعد كده اثقلتيها بالتدريب العملي داخل الملعب. وبعد كده انا سبت ده كله وجات لي فرصه تدريب سموحه في الدرجه الاولى. يعني بعد كده سبت والحرس بعد ما انا صعدته كان مع كابتن حلمي طولان، استأذنت وبعدين رحت، كان كلمني المهندس فرج عامر في الدرجة الأولى وهو لسه بيكون فريق عشان عاوز يصعد. ده سنة كام بقى كابتن طارق؟ لا ده أعتقد ما افتكرتش ولا سنة من ساعة السنين دي بالنسبة لي، معلش أنا بس هي أعتقد 2002 حاجه زي كده. ما كانش فيها نوع من انواع الريسك شويه انك خلاص وصلت وبدات يعني انا حبيت استقيل؟ انت عايز بقى في الفتره دي انت حسيت ان انا خلاص بقيت جاهز ان انا اكون او اتحمل المسؤوليه لوحدي، او عايز تجرب خلاص عايز اعتمد على نفسي بشكل بالزبط. اكبر يعني بالظبط في حاجه كانت جواك يعني عماله تطلع انت عاوز تطلع تخوض التجربه مره اخرى، خاصه انت خضتها مع سواحل وصعدت، ايه المانع انك تخوضها مع سموحه بامكانيات نادي سموحه بمسانده المهندس فرج عامر وهو اللي طالبك؟ فرص النجاح اكبر طبعا. رحت عملت فتره اعداد، كونت الفريق وخلاص، الفريق فاضل له اسبوعين او ثلاثه على بدايه الستارت في الدرجه الاولى، فوجئت بتكليف من سيادة المشير ان انا اتولى فريق حرس الحدود. حصل ان كابتن حلمي ساب ساب الفريق فسيادة المشير قال اللي يجي يتولى يا ترى، مش استاذننا المهندس فرج بعد انا ما كونت الفريق رحت راجع تاني حرس الحدود حرس الحدود. ولما رجعت حرس الحدود كانت يعني اول درجات الاختبار كمدير فني في الدوري الممتاز، اول اختبار حقيقي ليك طبعا وراجع بعد يعني كابتن حلمي طولان وما ادراك اسم كابتن حلمي طولان وكان الفريق محقق مش كويس طفرات كتيره جدا كويسه مع كابتن حلمي طولان، وانت هتتولي بقى المسؤوليه بعدين، شوف بقى المقارنه الكبيره دي كلها. طبعا انا بالنسبه لي انا لما كلموني انا طب انا هروح حرس الحدود، طب كابتن حلمي طولان، طب انا هعمل ايه، كان عمليه تشويش بالنسبه لي، وكان فيها نتائج سلبيه كبيره جدا. نتائج سلبيه مش عاوز اقول لك يعني لو انا في نادي او في ناديه نادي الاتحاد ناديه اهو ما كانوش استحملوني زي ما استحملتني المؤسسه العسكريه. وكان انا في جمله كان بيقولها لي سياده المشير، ابننا مش هيفشل ابدا. حضرتك ابن من ابناء المؤسسه العسكريه، ابننا مش هيفشل ابدا. خلي بالك ده مهم جدا، ولان الاداره وهم عندهم رؤيه، يعني خلي بالك كمان
بحس ان تجربه الكابتن مختار مختار مع الانتاج الحربي شبيهه شويه، لان في فترات متمسكين بالكابتن مختار متمسكين بيه رغم، فده ايمان من من الناس ان لا كابتن طارق العشري لا عنده القدرات و يعني هتجي بمعنى اصح. غير كده انا حسيت ان الفكر ده هو الفكر اللي بيطبق بره النهارده. مزبوط. كل المدربين ما بيجيش بالقطعه او خمس ست ماتشات ويمشي ويتحاسب وبعد كده يغير، ده بيقعد بالسنه وبعد السنه يتحاسب. صحيح. واصرار طالما انا مقتنع بقدرات وامكانيات المدرب ده وعارف ان هو فعلا شغال، وفي باد لك ساعات بيصادفه بشكل كبير جدا، عمر الباد لك ده عمره ما يعني ما هيكون معاك لنهايه الموسم، وده خلي بالك اللي حصل معايا. ده اللي حصل يا استاذ حسن. في ساعات كتير جدا مش انا كتر العشري مدربين البدايات بتاعتهم حتى زي المواهب في مواهب صغيره تلاقي الموهبه باينه في الملعب انت بتشوفيه تقولي ايه ده باين عليه لعيب، وفي مواهب متاخره صح يعني الموهبه بتبان بعد كده بس انت عارف ان هو لو اعطيته الفرصه جاي هيجي بعد كده. احنا كمدربين كده ممكن نعمل ستارت بتاعنا سيء، نتائج انت ما تبقاش مخطط لها، لكن بتشتغل كويس في باد لك انت بيصادفك، وطالما انت بتشتغل كويس وطالما انت بتعمل اللي عليك في حاجات التوفيق بتاعت ربنا سبحانه وتعالى انت مالكش يد فيها، لكن اقتناع الناس بيك وبقدراتك ومساندتهم في الاوقات الحاسمه هي اللي بتيجي الدافع. ليه بقى؟ لان الايام دي بتختلف عن الايام اللي فاتت دي خالص. ليه؟ الايام دي بمجرد الاداء يهتز والنتائج تهتز تلاقي مصر كلها بتحاربك بيحكموا عليك مباراة الاستوديوهات والمواقع كابتن طارق غير الاستوديوهات خلينا نتكلم ان السوشيال ميديا بقى هم كمان الناس بتحس ان هم مدربين وبيقيموا ولها تاثير كبير جدا خلي بالك على الادارات تاثير كبير جدا ده حقيقي. وحتى انت يعني النتائج يعني حتى انت ثقتك في نفسك ساعات بتهتز من الكلام السلبي اللي عليك، وانت ذات نفسك عارف ان انت بتأدي ما عليك، لكن في حاجه انت مالكش يد فيها. امتى كابتن طارق العشري اتهز من اللغط او الضغوطات، ضغوطات وسائل الاعلام الكتير وضغوطات السوشيال ميديا دلوقتي كل واحد بقى معاه تلفزيون وماشي بيه ده مواقع يعني تلفزيون وكل واحد عامل محل وكل واحد يعني امتى للاسف كمان انا عاوز اضيف لك انا للاسف كمان ان التحليل اللي ان الاستوديوهات توصل الاستوديوهات التحليليه يعني في من مقبول وفي غير مقبول. ليه؟ لان معظم الاستوديوهات معظم المحللين هتلاقيه مثلا اصغر منك في السن، اصغر منك في التعليم، اصغر منك في الخبرات، وللاسف دول بيحكموا عليك فبيصعب عليك بيقارنوا يعني بيحكموا مثلا بيقيموا واحد زي كابتن مختار مختار بيقيموا واحد زي كابتن حلمي طلع بيقيموا واحد زي مثلا الناس اللي لها قامات كبيره جدا يعني. كابتن محمد عمر مثلا، فتلاقي مثلا يعني وللاسف يعني هاني يعرف لان احنا اصلا لما جينا درسنا التحليل دي ماده تدرس في الكورس بتاعك عشان تعرف انت كمدير فني الرخصه لما تاخد في الرخصه بتاعك عشان انت كمدير فني تعرف تحلل المباراه يعني اذا في قواعد في رولز انت بتعتمد عليها في التحليل يعني ما بيبقاش الكلام عام ما بيبقاش كلام. حاجه ثانيه انت تعلم تماما ان المدرب ده يعني فعلا مؤثر بشخصيته وبقيمته التعليميه وبقيمته التدريبيه ولا راجل يعني زي ما بيقولوا على كده يعني بيضحك على الدقون. انت تعلم تماما في فرق كبير جدا جدا في دي. فلما حصل العصرات دي في الاول لقيت المساندة كان على اساس انا حسيت باطمئنان في حرس الحدود في حرس الحدود العسكري طبعا في اولي بقول لك انا لو بقول لك لو في ناديه نادي الاتحاد كانوا حكموا عليا ان انا مشيت وخلاص للانديه الشعبيه. عملت مقارنه من غير ما تقصد يا كابتن طارق، عملت مقارنه بين اللي بيحصل الايام دي واللي حصل توقيت طبعا لان في كلام ما يصحش يتقال بصراحه على المدربين خاصه اصحاب المقامات الكبيره واللي لها تاثير في التدريب. بعدين سيفيهات بتاعتها بتتكلم، بطولاتها بتتكلم، تاريخها بتتكلم، فما يصحش ان احنا نقلل من قيمه المدرب. لازم نحترم فكره، لازم نحترم عقليته. النهارده في العالم كله
في تنافس كبير جدا بين فلسفات كل المدربين. الاختلاف اللي انت شايفاه ديت في الطرق وفي الاساليب هي عباره عن صراع كبير جدا بين عقليات هؤلاء المدربين. طبعا كل واحد بسيستمه وكل واحد بطريقته وكل واحد بطريقه بشكله وكل واحد بتاثيره الايجابي داخل في الملعب، تاثيره على اللاعبين، تاثيره على السوشيال ميديا، تاثيره على الاعلام، اقناع ولا مش مقنع، كل ديت كلها بتكون شخصيه المدرب. مش مدرب بمجرد ان هو ياخد شهاده ويطلع يمرن وينتقل من نادي لنادي، لا لا لا، في نقط كبيره جدا في الاخر تكون لك ده مدير فني غير المدرب، غير المدرب اللي بيمرن، شخصيته ذات نفسه وانت بتقدر تحكم عليه. فالفتره ديت انا مريت بمرحله انكسارات، والفتره دي سبحان الله كانت اول خطوه خدتها في تاريخ مصر في الفتره الاخيره دي ان حولت طريقه اللعب لاربعة. انا عايز اجي لك في طريقه اللعب ديت، لان اول واحد خد الريسك ده وكان برضه بمحض الصدفه. هنجيلها دي لان مفيش حاجه في الدنيا اسمها صدفه. يعني طريقه حاجه اسمها صدفه او بالمجازفه، يعني هي طريقه اللعب ديت خلي بالك كانت ضجه في مصر، وتغيير طريقه اللعب واول مدرب مصري يغير طريقه اللعب. هنيجي للحرب دي بقى، هنيجي كتير جدا جدا هنجيله، بس يعني معانا فاصل يعني فاصل. لان الكلام انا اعتقد كمان هيبقى مميز. ازاي فكرت في انك تغير طريقه اللعب بالريسك اللي انت ما فكرتش فيه؟ ازاي اتحاربت وازاي يعني قدرت بشكل كبير جدا ان الناس بدات تقلد كمان كابتن طارق العاشري في طريقه 4-4-2؟ نرجع لحوارنا المميز مع الكابتن طارق العاشري بعد هذا الفاصل. برحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير، وبرحب طبعا بالنجم القدير والمدرب المخضرم كابتن طارق العاشري مرة تانية. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن الفترة اللي يعني يمكن زي ما قلت يعني يمكن كان في مقارنة من كابتن طارق العاشري حصلت ازاي لما انت بتلاعب فريق او بتمسك فريق قادر على ان انت توصل بيه لمرحلة جد يعني متقدمة سواء في الاداء او في النتيجة، بس النهاردة اللي بيحصل غير كده تماما، بيحكم عليك من نتيجة بعيدا عن الأداء بعيدا عن المهارات، يعني في تفاصيل تانية هي اللي بتحكم شوية الموضوع كابتن طارق من وجهة نظرك. ويعني يمكن كمان حتى بعيدا عن حرس الحدود والفترة اللي حضرتك تألقت فيها معهم، طلعت يعني أسماء كبيرة جدا، أحمد حسن مكي، محمد مكي صحيح، وفي أحمد عبد الغني تقريبا، أحمد عبد الغني، في نجوم طلعت على إيد على إيد كابتن طارق. على الجيل الكبير او الجيل التاريخي اللي حرس أيوة الحرس الحدود، هو ده الجيل اللي حقق 3 كؤوس في وقت زمني قياسي. ترجمه للكلام اللي انا قلته قبل كده، ان لما ابتدينا اولا انت دلوقتي خلاص حسيت بالامان في ظهرك كمدير فني، مش هتتشال خلاص، مش ماتشين وهتمشي او ماتش هتمشي اخر ماتش اللي جاي، كل دي خلي بالك بتلعب على وتر المدرب، بيحصل له توترات بسبب الكلام اللي حليه. حاسس كابتن هو ده يعني دي شكل المعاناه اللي عانى منها الكابتن طارق العاشري في الفترات الاخيره اللي ما فيهاش نجاح، اللي ما فيهاش نجاح وفي نفس الوقت ما فيش سبورت من مجلس الاداره، ومفيش استقرار، او حاسس ان انا نازل النهارده تدريبه او نازل النهارده ماتش وربنا يستر همشي بكره ولا لا. بالظبط كده، فده طبعا ما فيش شك، طبعا مفيش شك. انت ما عندكش حاله استقرار وما فيش اي عمل الناجح الا ما هتلاقيه اولا في صبر كبير جدا وعمل مزبوط. كبير صبر صح، مفيش عمل ناجح الا انت خططت له ويكون متخطط له، وفي الاخر ممكن يقابلك صعوبات زي ما اتقابل اتقابلت بمسانده كبيره جدا زي ما قلت لك من سياده المشير خاصه في المسانده مع حرس الحدود، وقال لنا ابني ابتديت اشتغل بهدوء. كان نتيجتها اللي هي النقله اللي حصلت لحرس الحدود في الانقلاب على طريقه 3-4-3 او 3-5-2 كان ساعتها هي السائده، 5-3-2 بالظبط او 5-3-2، وقررت اني العب باربعه. جت ازاي كده؟ فكرت فيها ازاي؟ يعني زي ما قلت بمحض الصدفه او من نوع من الريسك يعني، لان احنا كنا بنلعب مع بتروجيت وكان ساعتها كابتن مختار ماسك بتروجيت وكان وليد سليمان في بتروجيت ساعتها. في بتروجيت وليد ده ليه قصه كبيره جدا معايا، لان كان احد اولادي، انا اللي جبت وليد من الصعيد
في الناشئين عندنا بحرس الحدود والله فعلا. وكان في فريق انا كنت ماسك مع كابتن حلمي بالاضافه للفريق الاول مدرب العام ماسك فريق لعشرين سنه فكنا ما كانش فيه فريق ناشئين فعملنا الفرقه ديت وكان من ضمنهم وليد يعني ناس كتيره ما تعرفش القصه دي من ضمنهم وليد وكان باين على وليد ان هو خامه كانت. كويسه وهيبقى له مستقبل كبير جدا للاسف كان في الفتره دي في مكانه لعيبه برده كانت جيده في الحرس فما خدش فرصته وما كانش فيه ان اللاعب الاعارات والكلام من ده لا طبعا. فانا توسطت له يروح الجونه كان مدرب الجونه الكابتن كمال عثمان الله يرحمه وسالني عليه قلت له خد ده لعيب كويس وفعلا كانت النقله من الجونه لبتروجيت ثم انطلقت وليد سليمان اللي هي لحد الان ف في مباراه بتروجيت بتروجيت كنا مغلوبين مش مغلوبين ده ممسوح بينا الارض في الماكس فانا دخلت للفرقه قلت لهم احنا ما قدمناش حل انا عاوز ايه رايكم لما نيجي نحاول طريقه من اسحب واحد من الديفنس وازود واحد في نص الملعب اوكي او فيرود لاين ففعلا حصل كده الولاد عملوا طفره كبيره جدا في شوط عالمي من غير ما مرنهم طب كنت واقف مش مصدق انا بقيت مش مصدق لا وتعادلنا وكسبنا لولا ان خالد بيبو الكره خبطت في دماغه كان بيلعب في بتروجيت ساعتها وتحولت في المرمى 2-2 بس عملوا انت كمدرب مش مصدق ان هم ما تمرنوش وعملوا الطفره دي فما بالك لو هيتمرنوا وانت بقى هتبتدي تشتغل على الطريقه دي فكان قراري الاول والاخير ان انا خلاص هتحول من دي وتمرنت طبعا على الطريقه دي بشكل كبير جدا وصممت وفي الاول كنت باخد ثلاثات واربعات منهم الاهلي رايح جاي الزمالك كان كله بيمسح بيها الارض وكان كله حتى عندنا في الاداره ارجع تاني وانا مصمم ارجع تاني وانا مصمم قلت لهم هننجح 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 من 2005 ل 2010 ينتقل حرس الحدود من مصاف نادي كان بيلعب على المراكز الوسطيه الشرفيه للمراكز التنافسيه بالطريقه دي حصلت طفره كبيره جدا في اداء حرس الحدود على صعيد الاداء ولاد انسجموا حافظوا خلاص بقى اصبحت بتمثل عائق امام الانديه الاخرى خاصه الكبيره انتزعنا الكاس من انبي خدنا كاس وكانت اول مره تخش بطوله للمؤسسه العسكريه في نادي حرس الحدود ما تتصورش انا خدت يعني تصميم كبير جدا لان كان عندنا الاداره متخوفه في المشاركه الافريقيه انت ابطال كاس وهتشاركوا بالكونفدراليه صحيح ومتخوفين على صعيد النتائج ان احنا ما نحققش نتائج كويسه فخدت جدل كبير جدا في اقناع الاداره ان احنا مشاركتنا ديت لازم تحصل عشان تثقلك لان لما هتلعب مع الصفاقسي وتلعب مع مولودية الجزائر وتلعب مع سان داونز وتلعب مع كل بطل خبرات كبيره طبعا خبرات كبيره جدا والسفر فيه سبع ما بقول لك كده فيه خبرات كبيره جدا والولاد اكتر من سبع فوائد حققوا طفره كبيره حتى على صعيد البطوله الافريقيه كان على اثرها اما كنا بنلعب النادي الاهلي انا كنت بحس ان في يعني فجوه كبيره جدا الولاد بيحسوا ان هم بيلعبوا النادي الاهلي بسبب بيتهزم بيلعبوا نادي الزمالك فجوه كبيره جدا خايفين من الاسم خايفين من فنيلا خايفين من التيشيرت لما رحنا البطوله الافريقيه انكسر الحاجز ده ليه قابلوا كل بطل في بلده واسماء كبيره لما كسبنا الفرق ديت اعطتنا كان على اثرها من 2005 ل 2010 ان كانت مبارياتنا مع الاهلي والزمالك ما كانش حد يتوقع النتيجه تبقى المباريات كلها صعبه طبعا صعبه لما توصل لدرجه التعادل اعظم التعادل في اداء ان المحللين اللي مش قادرين بعد ما كانوا الاهلي 3-4 النتيجه لصالح النادي الاهلي مش عارفين يحددوا مين لدرجه ان في الكاس والسوبر كانت النتيجه ايكوال بين الاثنين 50-50 والحرس يخطف البطولتين سنتين ورا بعض تمام وبعدين 2010 يوصل حرس الحدود لقمه الاداء اول مباراه في الدوري مع النادي الاهلي نخسر 1-0 في اسكندريه من بعدها حرس الحدود يكسب 13 فوز متتالي الاول على بطوله الدوري عايز اسالك سؤال
ده ريكورد طبعا. بمناسبة النتائج دي وتحقيق النتائج دي يعني يمكن أنا عاوز بس أكمل قبل ما حضرتك تفضل. طب اتفضل. اللي ساهم في ده الإدارة. الإدارة طبعا. إنك واقف على أرض صلبة. ولاعبين حاسين إن مدربهم في ظهره إدارة بتسانده مهما يعمل حاجة أي شيء. لكن الإدارة اللي هي بتستعجل النتائج كل شهر وتمشيك وتجيب مدير فني تاني وتغير وتجيب مدير فني تاني. استجابة اللعيبة كمان يا كابتن ما بتبقاش جيدة كمان. انت اتكلمت نقطة تانية مختلفة ان حتى ده بيوصل للعيبة اكيد بيوصل للعيبة واللعيب طب يعني انا هصدق المدرب طب ما بكرة هيمشي هتبقى في مشاكل دي بتأثر لغير كده. النهاردة انا بكلمك من 2005 ل 2010 خمس سنين طبعا خمس سنين في الثبات. لا احنا كنا ما كانش حد بيمشي وكنا بنقوي الفرقة. حد من اللعيبة ما كانش كان بيمشي موجود. يعني في ثبات في اللاعبين في ثبات في الإدارة الفنية في مساندة من الإدارة. كان نتيجتها أن الفرقة تحول لفريق بطولات. كان دايما بيشار إليه أن في بطولة الدوري اللي هي الأقوى أن هيبقى من أحسن ثلاث فرق. 2010 هو على قمة الدوري لحد ما تلقى الدوري في مباراة الأهلي والمصري. وكنا بقولك عاملين ريكورد وكل 13 فوز متتالي. وكان باين في السنة دي زي ما الاسماعيلي كده خطف الدوري في السنه اللي هي كان بيحصل فيها فوز ايام كابتن شحته والكابتن علي ابو جريشه كان ماسكين ان هو لان كان في سنين كده تطلع لك فرقه تخطف الدوري كل 10 سنين. احنا كان باين ان احنا على الاقل هنكون منافسين قريبين على القمه في البطوله دي. كان باين ليه الولاد وصلوا للنضج النضج الكروي يعني خلاص ديناميكيه في الاداء حافظوا فكر مدربهم كانوا بينزلوا في التدريب بيأدوا زي ما بيأدوا في المباريات. مفيش اختلاف. انت بس عندك ثقه كبيره جدا حاسس بامان عشان كده حصل فيها النجاحات. كل الانديه اللي رحت قعدت فيها فترات صغيره هتلاقي استعجال في النتائج بمجرد ان انت بس يعني تتعادل تبتدي الكلام. انت بتحب تشتغل في مشروع يعني مشروع. نادي يقول لك انا عايز كابتن طارق مشروع انت شغال ثلاث سنين عايز منك بعد ثلاث سنين كذا في ثبات وعاوزين نحقق والنجاح ده مش هيتم من وليده اللحظه. لا تبني له واحد اتنين وبعدين تبتدي تثبت وبعدين تبتدي تعلى وبعدين تبتدي توصل للمرحله النهائيه في الاخر هتجني الكلام ده. ده الناس اللي بتخطط على المدى البعيد اللونج عايز حضرتك دلوقتي توضح لنا وفرصة أنك موجود معنا الأخبار اللي صدرت من اتحاد الكورة أو اللي بتقال يعني من اتحاد الكورة أنه تم إيقاف كابتن طارق العشري لحد نهاية الموسم ده وصدر فعلا قرار بوقفك. مش عارفة صحة التصريحات دي يعني عشان كان مش لازم عارف. أنا يعني فوجئت على الميديا أولا كل قرار جديد بيطبع على طارق العشري. السنة اللي فاتت رجعت حرس الحدود كنت في المدرج. لا بتكلم في حالة طلائع الجيش دلوقتي. انا اقول لك يعني بقول لك يعني كل قرار جديد الوحيد اللي بيطبع عليه. أنا على فكرة طبع عليا نفس الكلام. فاكر كابتن القرار الجديد ان انت وانت لعيب اي انفراد واتعملت فاول بتاخد كارت احمر. اول واحد عمل عليه كان في سويسرا. انا اتطردت مرتين في كاريري كان سبب القرار ده. رجعت لحرس الحدود السنة اللي فاتت بقوده من المدرج. عشان ايه؟ عشان قرار اتحط في اتحاد الكورة ان المدير الفني ما يعملوش غير ان مرة مرتين بس. السنة دي فوجئت بعد ما سبت الطلائع ان في كلام متداول على السوشيال ميديا ان طارق مالوش حق انه عشان قدم استقالته وفقا للائحة الجديدة اللي عملها مسؤولية اتحاد الكورة. انت تعلمي تماما ان في الاندية دي كابتن هاني عارف انت ان انا مملكش القرار. مملكش قرار مشياني او اعادي. اذا كنت بتيجي فبتيجي بتكليف. بتمشي باستئذان الإدارة أكيد. فبلغني العميد أحمد من بعد ماتش الاتحاد إن الإدارة بتشكرك وبتتمنى لك التوفيق كأحد أبنائها في مكان تاني. اللي مبلغني مين؟ الإدارة. بس أنت ما بتطلعيش تقولي إن الإدارة بتعمل كده لأن الأماكن ديت لها سياستها ولها استراتيجيتها ولها. فبتيجي بتكليف وبتمشي باستئذان. يعني مش زي الانديه الثانيه اللي بتمتلك بيني وبينك عقد
والعقد شريعة المتعاقدين وان انا ممكن امشي في اي حته. فالمنطقه دي لا مش طري العاشر اللي مقدم استقالته لان لا املك ان اقدم استقالته. طبعا كابتن يعني ده كل خلي بالك تجربه ان القانون الجديد ده في مصر لسه مطبق، ولكن احنا عايزين نخرج من القصه دي. وانت وفي خلال حديثك اتكلمت على انا في اعتقادي نجم كبير زي وليد سليمان، وكانت مفاجاه بالنسبه لي ان انت قلت انا اللي جايب وليد سليمان او انت من الناس اللي ده وليد وكهربا حلو قوي وشريف محمد شريف طبعا. طب ما اتكلمنا على دلوقتي وصالح. كلمني على صالح. انا زعلان عشانه. وليد زعلان عشانه يعني وليد سليمان وليد يعني انت شفته ازاي؟ كنت تتوقع وليد كشخصيه كمان شخصيه؟ لا ولد كان طموح جدا من هو صغير. وكان باين، وانا كنت يعني متحمس جدا جدا، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى كتب له يعني طريق تاني طريق عشان يوصل نجوميه اكبر من عند عن طريق حرس الحدود. واجتهد على نفسه بشكل كبير جدا وبدا من الصفر. يعني بدا يعني انا عارف الكلمه دي ومعناها بشكل بدا من الصفر وتعب، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كل جهوده في الاخر. النهارده وليد النجم في اسم بيأثر في النادي الاهلي سواء بالبدء او في او بال بعدين بيحترم نفسه بشكل كبير جدا وبيحترم جداً. تاريخه وبيحترم ناديه ما بيعترضش. ما فيش انا مش متصور وليد حسيت له مشكله في داخل النادي الاهلي. ده حقيقي لما وصل للنادي الاهلي ما مش يعني هو طول عمره كده خلي بالك، مش يعني لا طول عمره ملتزم ومنضبط وبيحب لعبته واجتهد على نفسه بشكل كبير، لذلك ربنا سبحانه وتعالى. لان شوف حتى مرحله دورانه حتى وصوله النادي الاهلي من الجونه لبتروجيت لامبي ثم الاهلي. طريق مش مفروش بالورود بالظبط كده يعني. هو لا انا قصدي هو تعب عشان يوصل للنادي الاهلي. طب وتمسكه بيه عشان لعيب يوصل للنادي الاهلي لا محتاج مجهود كبير جدا جدا عشان يكون من ضمن اختيارات النادي الاهلي. ده حقيقي ده حقيقي. ووصل لمرحله كمان من القياده والقياده والنضج. لا وبعدين شوف هو كمان بيتالق في سن كام. بص يا كابتن كفايه ان واحد زي بقيمه وليد سليمان انه ممكن جدا بدون اي مشاكل يا وليد اقعد النهارده على الدكه، يا وليد انزل في الدقيقه 88 نزل. يا وليد انزل وبينزل حاسس ان هو بياكل الملعب بياكل النجيله بلغه الكره اللي انت عارفها وبيسجل هدفين في مباراه وبيبقى ليه تاثير ايجابي وشخصيته بره الملعب مع اللعيبه كقائد للفرقه. فكل طبعًا. دوت ما بيجيش بقى من فراغ. قيمه يعني. ناديه حاسس قيمه الفريق طبعًا. حاسس قد ايه هو شخصيه ممكن يكون بره مؤثر اكتر من جوه. ده حقيقي ده حقيقي. عايز اتكلم مع حضرتك عن ولا قبل ما نتكلم عن فتره الكورونا، وانا عارف ان كان ليها تاثيرها الواضح على كابتن طارق العشري تحديدا بصفه شخصيه، بس اللي قلت لي قضت عليك بجد والله قضت عليا لان قضت عليا في المصري وفي طلائع الجيش. طب استنى نعرف بقى الحكايه دي، بس قول لي ليه واحنا بنتكلم عن الاسماء اللي حضرتك طبعا يعني كان ليك دين بعد ربنا انك تطلعها، ليه قلت انا زعلان قوي على صالح؟ صالح لان انا توقعت له مستقبل كبير جدا. انا صالح من ضمن الناس اللي هم طلعتهم في جيل الشباب في ام بي، هو وكهربا وكان احمد رفعت. هو وكهربا احمد رفعت الزمالك وام بي الاول يعني ام بي طبعا. الثلاثه دول كان من ضمن الولاد الصغيرين، كان معاهم اسامه ابراهيم الباك رايت كان معاهم اسامه ابراهيم، ودول كانوا في بيمثلوا منتخب اولمبي ومنتخبات الشباب خاصه على كانوا ودول مع حضرتك في امبي الثلاثه دول ودول من الولاد الصغيرين اللي هم كانوا واعدين لامبي الصراحه، وانا كنت مطلعهم وبمهدهم بشكل كبير جدا. منهم صالح لما رجع كان من الاولمبيات اعتقد وراجع يعني مادي بشكل كويس جدا، مصر كلها بتتكلم عليه. وبعدين لما اتخذ القرار ان هو يروح نادي الاهلي من نادي انبي انا توقعت له صراحه مستقبل كبير جدا. هو الولد يعني ما شاء الله يعني عنده تالنت كبير جدا، لكن للاسف الموهبه ديت محتاجه منك كلاعب تضحيات كبيره جدا عشان تقدر تحافظ عليها منك كلاعب. يعني تشتغل شوف احنا بنتكلم على وليد وبدا من الصفر وفي الاخر هو ايه النهارده تمام. يعني وليد ما بداش البدايه بتاعت صالح ما راحش منتخبات لا شباب ولا اولمبي ولا اتسلط عليه الاضواء. بدايته كانت قويه. انا فاكر قوية كلمه كان كابتن مدحت شلبي بيقولها على صالح، يا معلم يا ابن المعلم. ده في الاولمبياد. تمام. ف انا ذات نفسي كنت راسم له ان هو طريق ثاني، يعني هيبقى من اللعيبه المؤثره في مصر مش في النادي الاهلي بقى لما راح خطوه النادي الاهلي. ويمكن انا قلت له
جمعتني بيه لقاء شخصي كان جاي انبي وكان مع كابتن حسام وما كانش بيلعب، كان كابتن حسام من بدري هو المدير الفني. قلت له يا صالح لازم تتعب على نفسك عشان ترجع لصالح اللي انا عارفه، وانت في نادي ممكن تحقق معاه مكاسب كبيره جدا على الصعيد الشخصي والصعيد الدولي ومساندات اعلاميه، فما تخسرش المكان اللي انت فيه. لكن المشكله في العقليات، عقليه طموحه واللي عاوزه تجتهد واصرار على النجاح. يعني شوف احنا بنتكلم على شخصيتين متناقضين، متناقضتين، وليد وصالح. ينفع في الوقت ده انك تقدم له نصيحه ما أنا ولا ما بقاش الوقت؟ لا ممكن ده اولا سنه صغير يعني يتيح له. تقول له ايه؟ لازم يراجع نفسه بشكل كبير جدا، لان هو انا صعبان عليه موهبته. لعيب جيد جدا انت بتتمناه كاي مدرب يتمناه، لكن بدون اصرار وبدون مساعده من اللاعب للمدرب عبر مدرب ما يعني احنا كمدربين كابتن هاني يقول لك بنقدم المساعده بس محتاجين اللاعب يساندنا في المساعده دي. هو اللاعب لو ما ساعدش نفسه يبقى ما فيش انا هفضل اساند لحد امتى؟ ما انا برضو في الاخر لما بساند ليا حدود. فالمشوار اللي هيبتديه هو صالح لو عاوز يرجع، وانا شايف ان حتى ان يعني ان كانت البدايات ممكن تكون مش جيده لكن النهايات ممكن تكون جيده لو رجع. ده حقيقي انا اتفق معاك تماما. النهايات يعني طبعا لا بص حضرتك هنا الناس الشعب المصري شعب عاطفي وبيحب الموهبه. بمجرد ان صالح انا شفته في النادي الاهلي لما كان بيخوض، يعني انا ما ينبغيش انا كمدرب ان انا اخوض مع لاعب ان تخسس نفسك او انا اقول لك اراجعك في وزنك او اراجعك في الحياه اليوميه بتاعتك. انت لعيب محترف عندي لازم تكون ملتزم عشان انا النادي بيتطلب مني مسؤوليات كبيره جدا على صعيد النتائج وعلى صعيد المشاركات، وفي منافسه كبيره جدا وانا لوحدي او انت لوحدك، لا ده في مكانك في اتنين تلاته وانت كمدرب يعني بتمحص وبتشوف عشان تطلع افضل واحد فيهم عشان يلعب اساسي عشان هو اللي يبقى الستارت. فانت لما كنتش هتساعدني وتديني ان انا اساعدك فانا شفت ان هو في الفتره الاخيره لا صالح اثر مع نفسه وفقد فرصه كبيره جدا للتالق في الثبات في النادي الاهلي والثبات في منتخب مصر. أكيد. لان انا شفت لو تتذكر هاني ان لما عبد الله سعيد بس قل شويه كان هو المرشح رقم واحد في مكانه. مش كده؟ صحيح. كان مرشح رقم واحد. صحيح. فقد الفرصه دي بشكل كبير، لكن مفيش شك البني ادم ساعات كثيره جدا بيمر بالمراحل دي، لكن المهم المراجعه. انا عاوز ارجع ولا مش عاوز ارجع؟ عاوز ارجع تاني للصف وارجع تاني من بعدين النهارده. معلش يعني خلينا نتكلم بواقعيه. كره القدم النهارده انت بتسمعي النهارده 100 مليون في اللاعب. انا مجدد في التسعينات في نادي الاتحاد 3 سنين ب 13,000. والله 13,000 الزمن غير الزمن. طبعا 3 سنين. لا ما انا بقول لك انت بتتكلم لو انت يعني انت لازم تستثمر الوقت اللي انت قاعد فيه لان ده مستقبلك. النهارده ده مستقبلك. النهارده كره القدم بتنقل طبعا، مش بتنقل بقى هو شخصيته شخصيا اللاعب، بتنقل عائلات طبعا، عائلات وتؤمن مستقبل طبعا. كره القدم النهارده بتامن مستقبل موسم بيامن جداً مستقبل طبعا. موسم بيامن مستقبل يعني ما شاء الله. الاموال اللي بتضخ في كره القدم النهارده اقتصاديات. فانت لما كنتش هتستثمر نفسك انت نفسك دلوقتي انت راس مالك. ما هي الاموال دي يا كابتن طارق ممكن يعني لما الموهبه او يعني يقعد يكلم نفسه يقول لك طب ما انا كده باخد فلوس حلوه يعني اتعب ليه؟ لازم. احس بقيمه نفسي على ليه؟ على فكره بقى يعني رونالدو ده بيتعب مثلا ليه؟ ما هو في ناس ما هو مش كل العقليات زي بعض. في واحد ما بيحسش بقيمه نفسه. لو انت قست بالمنطق حضرتك بتقولي عليه ده الفلوس ده الناس دي تقعد في بيوتها ما هو في ناس خلاص بقى. ما هو كابتن طارق للاسف مش كل العقليات واحدة ومش كل الناس عندها موهبة عندها إصرار. لا فين حبك للعبتك؟ أنا النهاردة لو أنت خرجتيني من منطقة كرة القدم كلاعب وكمدرب أموت. لأن دي مهنتي، هي دي اللي أنا اتطلعت فيها، هي دي اللي أنا تعبت فيها، واخد بال حضرتك؟
لكن عشان اتجه لحاجه تانية، انا اعتقد انا ما بفهمش غير في كره القدم. خلينا كابتن يعني نخرج من النقطه دي كلها على كابتن طارق. النقطه دي طبعا يعني كلام فيها كتير جدا، وخاصه صالح موهبه كبيره، لكن دايما انا عندي اعتقاد ان الشخصيه هي المؤثر الاكبر على اللاعب وعلى المدرب. يعني لو ما عندكش الشخصيه وعندك الاراده والاصرار، الموهبة بتموت. كرة القدم ليست موهبة بس، وده ينطبق على لعيبة كتيرة جدا جدا، حتى على الصعيد الدولي وعلى الصعيد المحلي. وفرصة الاستغلال بتيجي مرة واحدة طبعا، والفرصة ما بتجيش إذا أنت استغلتها. ده حقيقي، أنت ما استغلتهاش خلاص هتفوتك، والقطر هيمشي، القطر ماشي، غيرك جاي والدنيا ماشي. محدش يعني هيستناك. طيب، من حضرتك من علامات طبعا حرس الحدود، وكمان يمكن كمان اسم حبيبك كمان محمد حليم، كمان من اللعيبه اللي لعبت كتير جدا لحرس الحدود، وكان ليه كمان باع على المستوى كمساعد مدرب وكرجل اول في حرس الحدود. معانا تقرير طبعا للكابتن محمد حليم، برضو واحد من اللي خدموا حرس الحدود كلاعب وكمدرب. نشوف التقرير ونرجع نكمل حوارنا الرائع مع الكابتن طارق العشري. كابتن طارق، طبعا مدربين الكبار ليهم فضل كبير جدا على محمد حليم، وليهم دور كبير جدا في تواجد محمد حليم في الدوري الممتاز بصفه يعني عامه، لان هو من مع كابتن طارق من سنه 2000. لعبت معاه ممتاز به مع كابتن محمد عمر كمدير فني، وكابتن طارق كان مساعد معاه، وبعدين الكابتن طارق مسك مدير فني الموسم اللي صعدنا فيه اللي هو كان موسم 2001 2002. صعدنا دوري ممتاز. الكابتن طارق تمسك ان انا موجود، كنت جاي معار انا من نادي الترام، فمع كابتن محمد عمر كابتن طارق تمسك ان هو ياخدني من نادي الترام بيع نهائي. السنه دي صعدنا فيها، وكان ليه دور كبير جدا موجود في نادي حرس الحدود. والسنه دي كانت الحمد لله ربنا كرمنا فيها بالصعود. كانت سنه صعبه، وكانت سنه يعني عمرنا ما ننساها طبعا، مع كابتن طارق والمجموعه اللي كانت موجوده، مجموعه اللاعبين كانت ممتازه، فصعدنا بيهم الدوري الممتاز. السنه اللي بعدين صعدنا دوري ممتاز بقى، كان الكابتن حلمي طولان مسك الفرقه، وكابتن طارق كان مدرب عام معاه. فيعني كابتن حلمي طولان ما كانش يعرفني خالص طبعا، كابتن طارق اقنعه بيا يعني، ولغايه ما بقى محمد حليم موجود في الدوري الممتاز. كابتن طارق كان واقف ورايا سبورت جامد جدا يعني في الفتره ديت. كملت في الدوري الممتاز، حتى كان سني ساعتها اول سنه في الدوري الممتاز كان 26 سنه. فضلت مع كابتن طارق، الحمد لله ربنا كرمنا ببطولات بقى، كاس مصر 2009 وكاس مصر 2010 وكاس السوبر 2009. طبعا عملنا انجازات كويسه، ولعبنا مع خمس بطولات كونفدراليه، وكان لينا يعني السبق، ولينا كان لينا دور كبير جدا في البطولات ديت. هو اول تعامل ليا مع كابتن طارق العشري كمدرب كان اخذني معاه نادي اهلي طرابلس في ليبيا كمساعد مدرب. كنت انا وهو كابتن محمود عطا ودكتور حليم كامل وكابتن ايمن بسيوني، رحنا كجهاز في نادي اهلي طرابلس وحققنا الدوري هناك. ده كان اول، قعدنا 6 شهور هناك، وبعدين يعني ربنا كرمنا واخدنا الدوري الليبي. رجعنا طبعا انفصلنا شويه، كابتن طارق مسك ام بي فانفصلنا شويه، وانا رجعت على نادي حرس الحدود مره ثانيه. وبعدين اشتغلت مع كابتن عماد سليمان، وبعدين اشتغلت كابتن عماد سليمان مشى، وراح جه كابتن طارق واشتغلت معاه مره ثانيه مدرب عام انا وكابتن محمود عطا وكابتن مكي. قدرنا ننقذ الفريق من الهبوط السنه ديت، وعملنا موسم، كملنا موسم كويس جدا. طبعا كابتن طارق مدرب كبير يعني، بغض النظر عن اي حاجه بتحصل دلوقتي، التوفيق وعدم التوفيق دوت بيصاحب اي مدرب في الدنيا يعني. كابتن طارق عمل انجازات كبيره جدا، لو هو صاحبه عدم توفيق في الفتره ديت طبعا ده شيء عرضي، واكيد مش هيستمر، لان كابتن طارق راجل عمل حفر اسمه يعني بجهده وبعرقه وبشغله. الراجل من المدربين المجتهدين جدا اللي بيشتغلوا وبيحب شغلهم. اتمنى له التوفيق الفتره الجايه طبعا، لانه راجل مدرب كبير. اتمنى له الخطوه الجايه ان شاء الله يكون اكثر توفيقا من اللي فاتت، وان شاء الله ربنا يكرمه، لانه مدرب يعني يستاهل يكون في مكانه احسن من دي ان شاء الله. في اشاعات طلعت بتشكك بعلاقتك بكابتن محمد حليم، في زعل، في مشكله، في علاقه ما بقتش طبيعيه زي الاول. ليه؟ بالعكس، انا طول عمري الحمد لله رب العالمين يعني بحب الجيل ده. ومنهم محمد، لان محمد ليه باع كبير جدا زي ما هو بيحكي كده، من اول دخوله نادي السواحل وحرس الحدود، هو يعني مؤسس من مؤسسين فريق حرس الحدود. وانا طول عمري دايما بحب اخواتي الصغيرين هم يكبروا من خلالي. بالعكس يعني
انا فرحان جدا جدا ان هم لما بيكبروا وياخدوا الخطوات وان يقبلهم امتداد لينا، وده الامتداد الطبيعي جدا جدا. وما كنتش احنا يعني كمدربين ان هم لسه بقوهم في التدريب، حضرتك اديته الفرصه دي يا كابتن، امال مين هياخد بايديهم؟ مين هياخد بايديهم ويحطهم على الطريق؟ بس ليه لما حضرتك رجعت محمد حليم مشى؟ محمد لان انا لما رجعت الفتره دي برضو، عشان الفتره دي فيها جدل كبير جدا. انا لما سبت حرس الحدود كان في المركز التاسع، لما رحت للمصري كان في المركز التاسع، كانت المركز التاسع وكنا عندنا 19 نقطه، والفرقه كانت بتادي بشكل كويس جدا خلال الدور الاولاني. مش عاوز اقول ان انا لما رحت النادي المصري كان عندي طموح كبير جدا ان انا ادي معاه، لان كانت دي اول تجربه لنادي شعبي. عشان كده الفكره انك تطلع من نادي مفيش ضغوط جماهيريه عليه، عايز تجرب الخطوه، عاوز اجرب الخطوه دي، انك تشتغل في نادي عليه ضغوط جماهيريه وكان نادي جماهيري يعني. وكانت المؤشر، ولما رحت برضو خدت اذن. اكيد طبعا، يعني ما يعني ما خدتش بعض كده ورحت و... لان قلت لك انت متكلف ولما بتمشي بتاخد اذن. ولما رحت النادي المصري كانت الفرقه كان في المركز التاسع، ورحت النادي المصري كان عندي طموحات كبيره جدا جدا ان انا انجح مع النادي المصري، وكانت المؤشرات لان رحت طبعا بعد كابتن ايهاب في البطوله الافريقيه نهضه بركان، ما حصلناش التوفيق ان احنا نصعد، الفرقه كانت فيها تذبذب، لكن لما جينا خططنا بشكل كويس جدا لبطوله الدوري واشتغلنا بشكل كويس، عملنا ستارت كويس جدا ضد نادي الزمالك، اي نعم الزمالك كسب كره محمود علاء، لكن الولاد يبان على النادي المصري ان هو الخط البياني بتاعه في تصاعد، عشان كده بقول لك الكورونا دي حربتني بشكل كبير جدا. فلما رحت النادي المصري وحصل موضوع الكورونا، حصل جاب كبير جدا جدا بين الستارت والفرقه اللي احنا عملناها بين هبوط حاد لفريق النادي المصري. ليه؟ لان 23 لاعب بما فيهم الجهاز الفني اصيبوا بالكورونا، واللاعب يعني البروتوكول بيقول يقعد على الاقل 15 يوم سلبي. سلبي عزل طبعا، سلبي يتعالج، ياكل يشرب يتعالج، بياخد البروتوكول العلاجي وما بيعملش حاجه. طب انت 15 يوم وفيهم من كان 20 يوم وما بيتحركش، ولاعيبه اساسيه، قوام اساسي، قوام اساسي. وكان الاتحاد الكوره مع النادي المصري بيشترط ان لازم هيلعب، اجلنا ماتش الاتحاد بمسانده نادي الاتحاد، قدمنا مستندات ماتش الاسماعيلي عشان يتاجل، ان احنا مع العدد الكافي. العدد وحصل فيه لغط كبير جدا في المساحات واتاجل لنا الماتش. وبعد كده دخلنا كمان كل ماتش انا اللي كان بيحط لي اهالي التشكيل الكورونا، مين السليم وتحط. هل انت تتصور اللعيب رقم خمسة هو اللي يبقى اساسي؟ خمسة ما عندكش تشكيل، الكورونا بيقول لك فاضل لك 10 لاعبين، هم دول اللي انت مجبر متاحين تلعب بيهم. ومفيش اعذار، مفيش قبول اعذار، خلاص الاعذار انت استوفيتها، خلاص هتلعب يعني. ثلاث حراس الاساسيين عندهم كورونا، جبنا حارس 2005 2005 يلعب ماتش الاهلي اللي الاهلي كسبه عنده 15 سنه يعني 2005. طب كابتن طارق معلش عايز اقول لك يعني بص بعدها انا كمدير فني اتحكم عليا في الفتره دي التذبذب دي، انا ما عنديش في قوام فريق. وانت النهارده اي لاعب واحد بس في الانديه الكبيره ولا اثنين لاعبين بيخرجوا من التشكيل بيأثروا بالسلب، فما بالك تيم بحاله. وفي الاخر صعب. انا يعني الانديه الشعبيه النتائج ما فيش اعذار، وكان نتيجتها ان انا مشيت. اما رجعت نادي حرس الحدود الفتره دي ما كانش في حد، كان محمد هو اللي متولي وقال ان انا هعتذر عشان النتائج ما كانتش جيده، كان الفريق بيأدي بشكل كويس مع محمد لكن النتائج ما كانتش كويسه، فقالوا نجيب مين اللي بيرفضش واللي قلبه ضعيف قصاد حرس الحدود، لانه ليهم دين طبعا، ليهم دين في رقبتي ما تنساش دي طبعا، ده دول اللي السبب بعد الله سبحانه وتعالى. انا بقول لك لسه هما، فانا في الموقف الصعب ده اسيبهم على الرغم ان ديت جايه على حساب اسم وتاريخ طارق العاشري، والكل كان بيتنصل، لكن لما كلموني انت النادي اللي هينقذه انت وانت ابننا وانت ما ينفعش، فتعاملت بالموضوع مش بعقلي، بعاطفتك، وتعاملت بعاطفتي ودين ليهم فين، وده الواجب اللي عليك وده يعني. واجبي صحيح. ورحت
في 20 يوم يعني 20 يوم وكان الفريق في الثلاث المراكز الأخيرة. عاوز أقول لك إن الولاد كانوا بيأدوا بشكل كويس وفي ماتش فارق هو تسبب أو ماتشين. ماتش أسوان أعتقد؟ لا ماتش قبل أسوان. ماتش الطلائع. لما جبنا جول في نهاية المباراة الجول ده كان ثلاث نقاط هيتسببوا في بقاء حرس الحدود، كان هينتقلوا اللي كان هيجيب معاك وراك خمس فرق. يعني كنت هتصعد خمس مراكز. خمس مراكز وخمس فرق، انت لما بتصعد مركزين بتاخد نفس. بتاخد نفس فما بالك. الفرحه طبعا انتشرت مننا لان الفار لغى الجول. لغى الجول بسبب فاول في نص الملعب ما تعرفش خيالي كده يعني. واتحسبتش النتيجه. الماتش الثاني طبعا ماتش اسوان الكورنر اللي اتحسب وده جت فيه جول. انا المهمه اللي كنت جاي لها في خلال 20 يوم انقاذ وحاولت اسوان انتهت وحاولت باقصى جهد بصراحه يعني جيت على ماتش الزمالك استاذنت لان خلاص حسيت ان المهمه اصبحت مستحيله يعني فمشيت ما كسبناش المفترض المنافس الرئيسي اللي هو اسوان على الاقل عشان على الاقل تجيب اسوان معاك وتعمل تستنى الماتش الاخير ما هو لو انت حتى تعادلت مع اسوان كان هيبقى فيه شويه امل لكن كان في امل كان يعني هتبقى في امل بس معلش كابتن يعني مباراه الزمالك كان ممكن برضو تتواجد خلاص دي اخر مباراه بالنسبه لك يعني انك برضو تمشي قبل مباراه الزمالك انت شايفها انها خطوه صح ولا الموضوع بالنسبه لك كان موضوع منتهي انا لما لقيت انا قلت لهم كده في الاوضه انتوا لو ما كسبتوش اسوان يعني مش هتكسبوا الزمالك اللي هو بينافس على المركز الثاني عشان يروح الزمالك كان عنده لسه دور الابطال وشفت حتى المباراه معاهم حتى لما تولى محمد حليم الزمالك كان عامل ازاي تمام ومع ذلك برضو استاذنت ولو قالوا لي استنى كنت استنيت طيب معلش يا كابتن طارق عشان طبعا الوقت بقى يعني اصبح بيداهمنا احنا معانا واحد من المدربين اللي برضو حضرتك كان ليك الفضل بعد ربنا انك تصعده بس ما خدتوش معاك الطلاع الوحيد يعني احمد طارق العشري معانا على التليفون الو الو يا كابتن احمد ازيك ازي حضرتك اهلا بيك بسلم على الكابتن هاني وبسلم مساء الخير عليك يا احمد منور البيت الكبير وبابا كمان منور البيت الكبير ربنا يخلي حضرتك يا كابتن لسه بنتكلم على مشوار بابا التدريبي وعلى مستوى النجاحات والاخفاقات في وقت معين لكن انت كمان يعني نعرف منك كمان مشوارك بقى مشوارك التدريبي هو بدا ده من الاستاف اللي معاك ده من الاستاف اللي معاك يعني عايزين نعرف للاسف برضو اتاخد في الرجلين بيتاخد في الرجلين لا طبعا بس بدايه يعني البدايه بتبقى مهمه دايما يا احمد شايف ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه انت بتاهل نفسك وده مهم يمكن اكيد كابتن طارق بيتكلم معاك انك كمان تشتغل على نفسك وتاهل نفسك علميا بشكل مميز غير طبعا لو ان شاء الله موجود التالنت التدريبي مشوارك اللي جاي ازاي والله يا كابتن انا بسم الله الرحمن الرحيم في الاول انا كان لما كنت بلعب كوره ما كانش ليا الحظ ان انا اكمل وقت طويل وانا بلعب كوره بسبب الاصابه فجت لي اصابه بطلتني بدري يعني وانا في سن صغير فبس فالكابتن اقترح عليا ان انا يعني كان ماليش نصيب ان انا اكمل في الكوره وانا بلعب فالكابتن اقترح عليا ان انا اخش كارير التدريب من بدري فابتدى يوجهني ان انا اخد الشهادات الاساسيه الاول والرخصه دي وان انا طبعا هو معايا مدرسه في البيت برده وغير الشهادات انا بتعلم اكيد على طول الوقت فهو نصحني ان انا بعد ما بطلت بدري بسبب الاصابه ان انا اخد كارير التدريب من بدري وانا بالنسبه لي انا شايف ان دي حاجه كويسه بالنسبه لي ان انا اخد الخطوه دي من بدري وخصوصا ان انا ابقى في الاصطف مع مدرب كبير زي الكابتن طارق واتعلم منه يعني انا بحس ان انا هي فرصه جات لي بالنسبه لي ان انا عندي فرصه غير اي حد ان انا اتعلم يعني ان انا يبقى ابويا الكابتن طارق العشري وابقى معاه وقت طويل اتعلم منه دي افضل ليا من اي شهاده باخدها ان انا بالنسبه لي من غير اي حيز يعني انا بشوفه هو احسن مدرب في مصر بالنسبه لي انا يعني وقطع عليك شوط كبير قوي يا كابتن برضه قطع عليك مشوار انا 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 بشوف الكابتن طارق اللي انا بشوفه قدامي بغض النظر ان هو والدي يعني بس انا بشوفه بالاجتهاد اللي هو بيعمله وبالشغل اللي هو بيشتغله على نفسه وعلى طول مش بيقف عند نقطه معينه على طول بيطور من نفسه وعلى طول بيجتهد وكل حته بيروحها يعني انا بقول له انت ناقص تفتح النادي وتقفله يعني فانا بجد فخور ان هو ان كابتن طارق ده والدي
بتشرف ان هو والدي، وعلى قد ما اقدر يعني انا بتعلم منه وهو على طول بينصحني يعني، ويا رب بس ابقى نصه يعني. ايه اهم نصيحه حضرتك بتديها له كابتن طارق؟ احمد انا لامس فيه طبعا موهبه التدريب. هو فعلا صدفه سوء حظ، هو كان بيلعب في نادي حرس الحدود ولعب في سموحه، هو كان احد ابناء نادي سموحه في الناشئين، وكان من الناس اللي كان ببص لهم بشكل كويس جدا، لكن هو طبعا ربنا سبحانه وتعالى انصاب اصابه كبيره جدا في رجله، وعلى اثارها طبعا اختارنا الطريق ان هو يخوض بقى التدريب ويعوض اللي هو فقده كلاعب. هو كم سنة أحمد يا كابتن؟ أحمد دلوقتي يعني 28 سنة. 28 سنة، وأعتقد في مدربين، خلي بالك في مدربين بدأوا صغيرين جدا يعني كابتن فكر صالح الأقامة الكبيرة جدا بدأ وهو عنده 27 سنة. كل مدربين أوروبا دلوقتي. ودلوقتي خلاص عامل السن بقى، كل ما حتى تركز في العامل عامل التعليم مهم جدا على المستوى على مستوى اللايسنس وعلى مستوى الرخص وعلى مستوى الثقافات العامة في الكورة، لأن فيها جديد كل يوم، وكمان على مستوى الخبرات اللي ممكن تاخدها من الكابتن طارق. ان شاء الله يعني نقول ان احنا ان شاء الله يكون في مدرب على المستوى جيد ان شاء الله. انت عارف نفسنا مدربين صغيرين في الدوري المصري يعني، ان شاء الله ناخد زي ما قلت لك، احنا خدنا بايد محمد ومحمد مكي وغيرهم من الناس اللي حليم كمان طبعا، محمد حليم قصدي يعني. فان شاء الله احمد يعني اتوسم ان هو ان شاء الله باذن الله تعالى يبقى له مستقبل كبير جدا، لان حاسس فيه عنده موهبه. انت حاسس ان هو شغوف جدا، وانا دايما بصير على التعلم في الفترات اللي هو قاعد فيها ديت، زي ما انت قلت هاني يعلم نفسه، حاول ان هو يكتسب خبرات علميه بالاضافه طبعا الخبرات العمليه لما يشتغل معايا او حتى لما يستقل. صحيح يبقى عنده شخصيه الاستقلال من بدري طبعا، مهم ياخد مهمه التدريب ديت، لان دي مهنه التدريب دي مهنه شاقه جدا على الصعيد النفسي وعلى الصعيد حتى الشخصي، وبياخد من وقت كبير يعني. شوفوا بيقول لك انا لما بتولى بنقص ان هو يفتح النادي ويقفل النادي، بتتحملي مسؤوليه كبيره جدا لما بتتولي اداره نادي، فانت خلاص كل الناس بيرموا العبء عليكي طبعا، والعين كلها بتبقى عليك، ولما بيحصل اخفاق كله برضو عليك انت. صح فبتحاولي بقدر الامكان ان انت تكون على قد هذه الامانه. فاتمنى ان احمد ان شاء الله ربنا يوفقه في الفتره اللي جايه، الفتره اللي ديت يعني يشتغل على نفسه بشكل كويس على الناحيه العلميه، وباذن الله تعالى الناحيه الخبراتيه ان شاء الله يكتسبها من مشاركات ان شاء الله باذن الله. واحنا كمان كابتن احمد بنتمنى لك كل التوفيق. شكرا كابتن احمد طارق العشري، شكرا جزيلا ليك. شكرا جزيلا شكرا بالتوفيق ان شاء الله يا كابتن طارق. انا كان نفسي الحوار ده يطول والله اكتر من كده بكتير، بس يعني ان شاء الله ده يتحقق تاني ان شاء الله قريب جدا، وتنورنا مره تانية في بيتك طبعا، بيتك كبير. انا فخور جدا ان انا متواجد طبعا في قناة تتبع النادي الأهلي، ويمكن أنا مش جديد عليهم، أنا دايما هنا بتواجد، فخور موجود مع طبعا مع هاني أخويا الصغير حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك. بمعنى هاني تاريخ كبير جدا يعني، هو فكرة من زمان لأن هو كان زميل أخو مراتي والله ماهر قاسم. ماهر طبعا لمحهم في المنتخب مع بعض وهم كانوا صغيرين، لكن أنا فخور بإني أتواجد معاكم إن شاء الله بإذن الله موفقين في عملكم بإذن الله تعالى، ودايما نشوفكم دايما متألقين في قناة كبيرة باسم نادي كبير زي النادي الأهلي. احنا كمان نتمنى لك يا كابتن ان شاء الله التوفيق الفترة اللي جاية، عارف ان يعني التوفيق غاب عنك الفترة اللي فاتت ده، لكن ده ما يقللش من قيمة كابتن طارق خالص ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقك. سريعا جيب في حاجة قريبة طريق ولا لا؟ والله حتى الان صراحة الفترة اللي فاتت ديت انا عاوز اقول لك يعني برضو ان انا مشارك في الموضوع ده اللي هو الفترة اللي انا مر بيها ديت، لان باخد قرارات متسرع شوية، فانت محتاج فترة شوية هدوء من الغضب عشان من الغضب بالظبط كده، فقرار مع قرار، فمحتاج هدوء شوية عشان في الاخر ان انا يعني اصل للقرار المناسب في فترة مناسبة. نتمنى لك كل التوفيق كابتن طارق، نشوفك اكيد قريب في الدوري المصري ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. معادنا دلوقتي مع فقرة خط أحمر في البيت الكبير مع زمايلنا طبعا اللي بينورونا المفروض كل يوم ثلاث، بس النهاردة بقى الأربع، محمد أسامة ومحمد فارس، برحب بيكم منورين. أهلا بيك يا سهام، وأهلا بكابتن هاني. أهلا بيك. وأهلا بكابتن طارق. دي الحلقة 50 للأهلي خط أحمر، ننتظر بقى منك كلمة. احنا حاليا دخلنا تريندنج على مستوى مصر، الأهلي خط أحمر حلقته 50، الجمهور بيحتفل معانا، وقدرنا خلال ساعتين بس نبقى على مستوى مصر تريندنج من خلال تويتر. هتقولي لنا ايه؟
ده مش جديد عليكم، مش جديد عليكم الترند طبعا، دايما متفوقين ودايما بتبقى يعني فقره مميزه، وبنقول لكم مبروك 50 حلقه ودايما ترند، وان شاء الله المقاويه بقى يعني المقاويه ان شاء الله باذن الله. الالفيه ان شاء الله يا كابتن هاني. ان شاء الله ربنا يدينا صحه ان شاء الله. اهلا بكابتن هاني طبعا، واهلا بيك يا سهام، واهلا طبعا بكابتن طارق العشري، منورنا في البيت الكبير. وان شاء الله دلوقتي بقى نطلع فاصل، وطبعا سيبوا الموبايلات عشان الاهلي خط احمر. ورجعنا لكم في فقرتنا الأهلي خط أحمر. النهاردة حلقة مميزة لأن هي أسامة الحلقة 50 اللي الجمهور بيحتفل معنا بيها. أهلا بك يا أسامة مرة ثانية. كويس كده. أهلا بك يا صح كده. وأهلا بكل جماهيرنا، جماهير النادي الأهلي طبعا، ومشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان طبعا. بنشكركم جدا 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 دعمكم المتواصل لينا من أول حلقة للحلقة 50، ويا رب دايما مكملين مع بعض الحلقه الالف ان شاء الله يا فارس. ان شاء الله يا اسامه. والله انا بشوف الموضوع كمان ما كانش بعدد الحلقات بقدر ما التفاعل. يمكن احنا عندنا في فيديو في اخر حلقه بيوصل لمليون فيو، وهو مدته ما تتجاوزش حوالي 8 دقائق. اعتقد ان الجمهور بيعملوا مع الاهلي خط احمر تجربه فريده بجد. مهما شكرناكم مش هنوفيكم حقكم، على الاقل بس نقدر نديكم مجهود ونقدر نديكم حب وشغل انتم منتظرينه مننا يا اسامه. بالتاكيد يا فارس، وعلى الاقل النهارده هنستعرض اراء الجماهير، وطبعا اي رساله حابين توجهوها للاهلي خط احمر وجهوها على الهاشتاج ده 50 حلقه الاهلي خط احمر. انا شايف كويس. طبعا طبعا معانا مصطفى، 50 حلقه في الدفاع عن الكيان، 50 حلقه في حب الكيان، 50 حلقه في الرد على كل من اراد أن يضلل الجمهور، ويكون الرد بالدليل والأرقام وليس بالكلام. شكرا جدا يا مصطفى. وأسماء برضو في نفس الطريق، 50 حلقة من الإبداع والتميز. وطبعا فارس، أسامة، غمري، شادي، رضا، طبعا دي فرصة نشكر فريق عمل البرنامج سواء غمري أو شادي أو رضا، وكمان حسام جمال مصمم الديزاينات دي. وطبعا معنا برضو محمد يا فارس، حاطط صورة الخطيب تقريبا مع طفل، طبعا خطيب أسطورة. دي كمية من الهاشتاجات. طبعا احنا دخلنا تريندنج على مستوى مصر طبعا في حوالي ساعتين، وده طبعا عهدنا بجمهور الاهلي خط احمر اللي دايما بنشكره. طبعا ده جانب من الهاشتاجات. لو والله لو نقدر نستعرضها كلها مش هنتأخر، لان احنا زي ما بنقول دايما التجربة دي بتاعتكم قبل ما تكون بتاعت اي حد في البرنامج، لان هي فعلا تجربة من والى الجمهور. محمد رمضان بيمس علينا بيقول لنا اقوى افضل برنامج، نشكرك يا محمد. وبرضو ايمان بتمشي معانا نفس الطريق، احسن برنامج والله، ونحب نشوفكم قوي وعقبال 100 حلقة. طب زودي شوية ايمان. طبعا بما اننا ذكرنا فريق عمل البرنامج، حابين نشكر برضو ان كان معانا في بداية الفقرات يا فارس او في بداية الحلقات احمد كيش، ولكن كيشو وكل الناس اللي شاركت، وحتى طاقم الاخراج معانا دايما طول الوقت اللي بصمته. الاهلي خط احمر برنامج مهم جدا، وبجد شكرا لكل شخص بيشتغل في البرنامج. طبعا هنستعرض ان شاء الله تويتات كتير خلال الحلقه، وباذن الله منتظرين رسائلكم على هاشتاج 50 حلقه الاهلي خط احمر. باذن الله يكون دايما مع بعض، ودايما مكملين في الدفاع عن النادي الاهلي وفي حب الكيان، ودايما يا فارس يكون هنا نافذه زي ما بدانا العهد من اول حلقه، ان دي تكون نافذه لجماهير النادي الاهلي من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. زي ما دايما بنقول، ردود بالمنطق والدليل. مستعد تناول بلا تطاول؟ طبعا. احنا دلوقتي في بدايه حلقتنا، نروح بعين تانية. بعين تانية، لأن الكورة مش بس أرقام، الأرقام لها مدلول، وده اللي دايما بنحاول نوصله. الأهلي أمام الإنتاج، النادي الأهلي بيواصل صحوته، مش بس صحوته، أنا شايف إن النادي الأهلي بيبدأ موسم جيد جدا، بتحقق 5 فوز وبتتعادل مباراة أمام دجلة، وأنت بتلعب ناقص 12 لاعب نتيجة الإصابات، وده يذكر للنادي الأهلي إن هو أقوى فريق هجوميا على مستوى الدوري، 16 هدف واستقبل هدفين فقط. ده جزء من الأرقام، ولكن يا أسامة محتاجين نقف عند أرقام المباراة نفسها، عشان في جزئيات نحب نتكلم عنها دايما بعين تانية زي ما احنا عودناكم. احنا حابين بس الاول نوضح ان قلق جماهير النادي الاهلي من المستوى في الشوط الاول والمستوى في الشوط الثاني. انت قلت 16 هدف، انا عايز اخد منك فكره 16 هدف في 14 هدف في الشوط الثاني واثنين في الشوط الاول. زي ما لا سلبيه لكن لا ايجابيات برضو، ان انت بتقدر ترجع في المباراه وتقدر تصحح الاخطاء سواء على نطاق التغييرات او حتى التوظيف داخل الملعب. يستوقفني موسيماني لان هو واحنا معانا الاحصاءات اتكلم في حاجه مهمه جدا.
فكره ان انا ما بختارش توقيت الاهداف، انا دوري الاساسي ان انا بحاول اخلق محاولات، وفعلا النادي الاهلي دايما بيوصل للمرمى، عندنا 19 محاوله، عندنا 9 الشوط الاول و10 الشوط الثاني، هي دي الفكره ان النادي الاهلي بيقدر بسهوله يوصل لمرمى المنافس، الجمهور عنده بعض المخاوف اللي بتخص زي ما اسامه كلمكم في التاخير الفوز الشوط الثاني. المدرب اللي بيقدر يوصل للمرمى ده الشيء الأساسي بالنسبة لي في كرة القدم، كرة القدم هي فن خلق الفرص، كرة القدم هي فن الوصول لمرمى المنافس، ده اللي بيعمله موسيماني، أنت بتقدر توصل لمرمى المنافس وكمان زي ما بنتكلم دايما في الإكسبكتد جولز بتاعتك هي الأعلى، أنت بتتكلم على مدار آخر موسمين وتحديدا مع فايلر وموسيماني اللي رغم اختلاف بعض الناس في طريقة الاتنين شايف مدرسة متقاربة جدا، ده بيكمل على ده. بعد الفواصل انت ازاي بتقدر تعمل ده؟ نقدر نروح للشق البدني اللي احنا دايما بنتكلم على الخاص بالجزء البدني في النادي الاهلي اللي بيديله الافضليه في الشوط الثاني. هل انت شفت اي فريق في الدوري قادر يتفوق او يجابه النادي الاهلي وهو بيلعب في الشوط الثاني؟ بالتاكيد لا، واعتقد ده بقى موسيمانو حاطه بعين الاعتبار. والحقيقه لو احنا بصينا الاكس جي او الاكسبكتد جولز او الاهداف المتوقعه اللي بتوضح الفريق ماشي ازاي، هنلاقي وهتستغرب ان هي كانت 3.5. طبعا احنا معدلنا دايما من 3.5 ل 4 وفي مباراه علينا عن 5 اهداف، لكن كان الشوط الاول 2.12 على عكس الشوط الثاني 1.38، يعني المفترض ان انت كنت تطلع الشوط الاول مسجل هدف او هدفين، لكن ده ما حصلش وحصل في الشوط الثاني. وفي الاكس جي لما بتلاقي الرقم قليل في الشوط الثاني 1.38 والفريق مسجل 4 اهداف، يبقى هنا لازم نقف ونقول احنا عندنا لاعبين من طراز فريد، عندنا لاعبين بتقدر تحقق اهداف من انصاف الفرص بل اخماس الفرص، وطبعا وليد سليمان كان احد ابرز هؤلاء اللاعبين في المباراه، وطبعا سجل هدفين. ووليد سليمان هذا الموسم 3 محاولات ب3 اهداف، دي استعراض وليد سليمان وكانه بيرسل رساله في المباراه دي للكابتن محمد ابو تريكه، هتلاقي رقم 22 منور في الاحصائيه تماما، لعب بالدقايق 22 دقيقه، محاولات على المرمى 2، المحاولتين اون تارجت، المحاولتين تم تسجيل اهداف، كانت الاهداف المتوقعه او اجمالي الاهداف المتوقعه من المحاولتين 22 من 100، يعني تقريبا 5 هدف. ومع ذلك كابتن وليد سليمان الذهب لا يصدأ يا وليد، الذهب لا يصدأ يا ابو سليم، هدفين ما شاء الله من 22 من 100 اهداف متوقعه، ده قيمه وليد سليمان اللي بيرد بيها على البعض اللي حاول وقت تجديد النادي الاهلي مع وليد سليمان التقليل من قيمه الصفقه. وليد سليمان بيرد مش على الموسم الماضي وبس هداف النادي الاهلي، لا كمان الموسم ده، على مدار تاريخ وليد سليمان من 281 جول، النهارده وليد سليمان بيوصل للجول 72 مع النادي الاهلي، وباذن الله يكمل ويكسر حاجز ال 100 هدف مع النادي الاهلي. احنا بنتكلم ابو تريكه بركات وليد سليمان فيما يخص لاعبي الوسط، دي اعلى ارقام على مدار السنوات الاخيره، ولكن وليد سليمان لما اسامه بيتكلم فكره الاهداف المتوقعه يا جماعه مقارنه نسبتها معناها ان هو محقق اهداف من اماكن صعبه جدا. حابب بقى اتكلم ان وليد سليمان بيواصل، وليد سليمان الموسم اللي فات بيلعب 1187 دقيقه في الدوري، يعني بمعدل 13 مباراه بيسجل 9 اهداف. بالظبط، هو ده اللاعب الكبير، وعشان كده موسيماني كمان مدرب كبير، لان موسيماني لما بيشوف عنده قائد زي وليد سليمان بيقدر ان هو يحقق العدد ده من الاهداف وكمان القيمه بتاعته في الفريق، واللاعبين لما كان غايب ازاي في بعض المباريات في ادوار حاسمه كانوا بيحاولوا ازاي يهدوا اللقب، هي دي الروح اللي موسيماني بيشتغل عليها، وهي دي اللي موسيماني قاصد يوصلها لما قال يا ريتني جيت النادي الاهلي بدري عشان الحق وليد سليمان في سن متاخر في سن قبل كده. وحاجه كمان مهمه فيما يخص وليد سليمان، احنا بس عايزين نقرا احصائيات وليد سليمان الموسم ده. وليد سليمان لعب 3 مباريات، مباراه 4 مباريات، مباراه اساسي و3 احتياطي، 5 محاولات على المرمى، 3 اون تارجت، ما شاء الله الثلاثه اتسجلوا اهداف، يعني وليد ما فيش حارس صد منه كره لغايه دلوقتي برضو من اهداف متوقعه اقل من الهدف، يعني ومسجل 3 اصعب اهداف مقارنه بالفرصه المتاحه كانت امكانيه تسجيلها ايه.
زي ما أسامة كمان اتكلم عن فكرة ارتباطنا بوليد سليمان عاطفيا، أنا دايما بقول في لاعبين في اللاوعي بتاعك بيكون في نقطة دايما بيلمسوك فيها. وليد سليمان من القلائل اللي زي دول، لما بيسجل هدف انت مش بس بتفرح بالهدف، انت بتكتر ذكريات لا يمكن ان انت تعيش لحظات الاستمتاع بيها، وفعلا عينيك تدمع إلا لما وليد سليمان يكون لاعب من دول. وليد سليمان هو ما تبقى من عبق الجيل التاريخي. وليد سليمان لو نقدر نستنسخ 100 وليد سليمان جوه النادي الأهلي هنكون سعداء بداية يا أسامة. بالتأكيد يا فارس، خاصة أن وليد سليمان مش بس على المستوى الفني، وليد سليمان على مستوى الانتماء للنادي الأهلي. منذ أول يوم لوليد سليمان في النادي الأهلي وهو لاعب بدرجة مشجع، كانت لازم تكون التحية دي والتقدير لدور وليد سليمان على مستواه الفني وعلى مستواه كمان خارج الملعب كقائد للفريق. بيقعد على الدكة مبتسم، ما عندوش أي ضغينة، فبالتالي بيوصل رسالة لأي لاعب في الفريق إن أنت تقدر تكون مؤثر حتى لو أنت بتنزل لمدة دقايق فقط لغير. تحية كبيرة جدا لوليد سليمان. وعندنا لاعب آخر يا فارس، أنا بقول دايما كده، لو انت لاعب محترف قول لي انت محترف بدرجه كام من علي معلول؟ صحيح، متفق معاك. علي معلول كمان الاحتراف في العقليه على مدار السنوات، الثبات في المستوى. انا دايما بقول ان في نظريه يا جماعه بتتكلم ان فنيا اللاعب اللي بيأدي مباراه بامكانيات 90% ومباراه بامكانيات 10% مش ده المفضل لاي مدرب كبير. اللاعبين اللي زي معلول كره القدم كلها بتتمحور حوالين ادائهم وافكارهم. لو استعرضنا الصوره، علي معلول الموسم ده 6 مباريات، صنع فرص محققة 17، أهداف متوقعة 2.23، سجل هدفين، صنع 5 أهداف، محاولات على المرمى وهو ظهير أيسر 12 محاولة على المرمى منهم 4 أون تارجت. زي ما بنتكلم كمان الفكر الفني، أنا تختلف تتفق على الظهراء الظهير الأيسر في النادي الأهلي تاريخيا، لكن كل واحد له حتة معينة. أنا بالنسبة لي الخارق للعادة والأكثر تكاملا في تاريخ أي ظهير أيسر داخل النادي الأهلي من وجهة نظري هو محمد عبد الوهاب. ضربات ثابتة، دفاع، هجوم، تسجيل أهداف، كل حاجة في رأيي يليه علي معلول. القيمة الثابتة جيلبرتو، لكن توظيف جيلبرتو كان في مكان مختلف اساسا على المكان اللي كان بيلعب فيه او حتى مع منتخب انجولا، تظل القيمه التاريخيه لجيلبرتو موجوده. ولكن انا في رايي علي معلول حتى رقميا تجاوز اي حد داخل النادي الاهلي في المكان. وبعيد عن رقميا يا فارس، واستكمالا لرقميا، علي معلول بقى مصدر الثقه لكل لاعبي النادي الاهلي. كل لاعب للنادي الاهلي بيحاول يبقى الزاويه قدامه مفتوحه هتلاقي علي معلول دايما خيار متاح، خيار مناسب. علي معلول اللي بيقدر ينقلك الهجمة، علي معلول اللي انت لو في أزمة وقت الضغط العالي من أي فريق منافس بيقدر يتحرك مع وول باص مع أي لاعب من وسط الملعب، تلاقي علي معلول متواجد دايما. علي معلول لو الدنيا قفلت معاك قوي والمباراة مش راضية تمشي، علي معلول يسجل لك هدف يفتح لك المباراة على الرابع. علي معلول قيمة وقامة كبيرة. علي معلول بالفعل بقى معيار الاحترافية لأي لاعب في مصر، فبالتالي إجادتك تحسبها انت كام من علي معلول. علي معلول معيار الاحترافية، ولكن كمان النادي الأهلي معيار الثبات في المواقف ومعيار الاحتراف. النادي الأهلي بيعلم الناس الاحتراف برسائل مباشرة. كابتن سيد عبد الحفيظ، عندنا مباراة البنك الأهلي المباراة القادمة، تم تحديد استاد الماكس ليها. نادي البنك الأهلي نجح انه يحصل على الموافقة انه يلعب في استاد الماكس في اسكندرية، اللي هو قد يكون مش طبيعي ان ده الملعب الاساسي ليه. بس مفيش مشكله عند النادي الاهلي، انت نادي جبت الموافقه الامنيه، ده مش دوري. كابتن سيد عبد الحفيظ قال ايه؟ مواجهه البنك الاهلي في استاد الماكس، البنك الاهلي له الحق تماما في لعبه ومباراته في الملعب الذي يريده، وهذا امر ليس من شاننا. دي رساله للبعض اللي عنده نظره ضيقه قوي للامور على قد مستوى تفكيره، ودايما بيتكلم في ليه النادي الاهلي ما بيروحش هنا وليه ما بيروحش هنا. وللاسف ده كان من الأسباب اللي أندية أخرى استندت عليها في حقيقة إخفاقات كبيرة جدا، لأن هم سمعوا النادي تاني مفهمهم أن كل مشاكلهم هم بيلعبوش فين. النادي الأهلي بيدي درس، أنا دوري ملوش علاقة بتحديد المباراة أمنيا فين، زي نادي الزمالك زي أي نادي. أتمنى الرسالة تكون وصلت، لأن سيد عبد الحفيظ وصل في الجملة دي حاجة أكبر بكتير جدا من مباراة البنك الأهلي هتتلعب فين. بالتأكيد أنت هنا في اتساق مع ذاتك ومع أفكارك، إحنا ما عندناش مشكلة نلعب في أي مكان طالما النادي هيقدر يوفر موافقة أمنية على اللعب فيه، وده اللي اتكلمناه في موضوع المحلة واتكلمناه في موضوع الإسماعيلي. لكن البعض زي ما فارس قال عنده نظرة ضيقة للأمور، ما بيقدرش يستوعب الأمر ده، لكن الكابتن سيد بيؤكد على احترافية النادي الأهلي متمثلا في مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ. طبعا
اي مباراه بين النادي الاهلي واي فريق بيقوده الكابتن مختار مختار بيطلع البعض يروج لفكره هات يا عم ارقام الكابتن مختار مختار امام النادي الاهلي، ويبدا الترويج يتم للفكره دي، لدرجه ان يوسف اوباما لاعب الزمالك الحالي قال في تصريح مهم جدا لما كان بيلعب في الاتحاد وكان الكابتن مختار مختار المدير الفني لفريق الاتحاد، قال ايه؟ قال بصفتي زملكاوي كنت اظن ان الكابتن مختار مختار زي ما بيتم ترويجه في الوسط الزملكاوي بيتهاون في مباريات النادي الاهلي، لكن للامانه وانا يوسف اوباما اللاعب الزملكاوي الراجل ده عنده ضمير في كل مباراه بيلعبها ومفيش اي سن التهاون مع اي مباراه وتحديدا مباراه النادي الاهلي، لكن ربما التصريح اللي طالع من يوسف اوباما ده لم يكن كافي، فالبعض ايضا استعرض مباريات الكابتن مختار مختار واستعرضها بشكل احنا بقى هنستعرضها بشكل فيه عمق شويه عن اللي هم استعرضوه. طبعا مواجهات الكابتن مختار مختار 27 مواجهه، استعرضوا فكره الهزائم 17 والتعادل 9 وانتصار 1 فقط لغير، استقبل 54 هدف ودخل مرماه او سجل 21 هدف، وبالتالي هنا واضح جدا هم عايزين يشيروا لايه من الاحصائيه دي. لكن الحقيقه هو مين نادي في مصر اخر 27 مباراه قدر يعمل نتائج زي دي الا ممكن نادي او اتنين انديه بالكتير؟ فلما تيجي تتكلم عن مدرب درب انديه وسط مع احترامنا لكل الانديه، طب ما تخاطب اللي كانوا بينافسوا النادي الاهلي على البطولات ونتائجهم ايه مقارنه بالكابتن مختار مختار. الاهم من كل ده هم التسع تعادلات اللي تعادلهم الكابتن مختار مختار ما ضيعوش على النادي الاهلي بطولات. بالتاكيد انت لما تشوف تسع تعادلات هتقول الامر عادي جدا، لكن لما اقول لك ان الدوري اللي بيتغنى بيه نادي الزمالك حتى الان دوري سيد عبد النعيم اللي سمي حتى على اسم لاعب في فريق اخر، كان الكابتن مختار مختار مفتاح السر في اهداء الدوري ده للزمالك لما تعادل مع النادي الاهلي في استاد القاهره وهو مدير فني الفريق غزل المحله 1-1، ووقتها بدا سلسله او انخفاض النقاط او فقدان النقاط من النادي الاهلي يبدا من المباراه دي. بعدها خسر النادي الاهلي من الزمالك، كانت المباراه في الاسبوع 19، بعدها خسر النادي الاهلي مباراه انبي الشهيره بهدف سيد عبد النعيم، فكان الدوري باسم سيد عبد النعيم، لكن الاساس كان فيها فارس هو تعادل غير منطقي مع غزل المحله في استاد القاهره مع النادي الاهلي 1-1. اخر خمس مباريات زي ما احنا بنتكلم لو النادي الاهلي كان حقق النتيجه الايجابيه مع نادي المحله قدر يفوز ما كناش احنا احتاجنا مباراه انبي، ولكن كابتن مختار مختار البعض ما بيدوش حقه فنيا، نونو سانتو الغلابه بالنسبه لي مدرب وولفرهامبتون، انا بتكلم كابتن مختار مختار لا تجربه فنيه، تقدر تشوف الراجل ده ادى كام موسم في الدوري، طلع كام لعيب، تجربته مع بتروجيت تدرس، راجل فعلا تقدر تستفيد منه، كمان انت بتيجي تجتزئ، احنا بنتكلم في العدد ده من التعادلات هو افقد النادي الاهلي ايه؟ بنتكلم كمان لو رحنا الموسم 2011 مانويل جوزيه بيرجع بخلفيه ذهنيه محتاج يحقق نتائج مع النادي الاهلي، بيحقق نتائج جيده، بيحسم دوري صعب اتكلمنا فيه، دوري مهم جدا، ولكن كمان بنيجي في 2011 بتحقق 17 مباراه بلا هزيمه، اول هزيمه بتكون على يد كابتن مختار مختار مع انبي وبتخرج من الكاس، لان كابتن مختار مختار دايما معادله مختلفه ومميزه. ده في دوري 2016-2017 لما كان بيطلع تصريحات من بعض الأجهزة الفنية زي الكابتن علي ماهر لما كان بيتسأل وهو مدير فني لفريق الأسيوطي، طبعا كان بيقول له عندك مين الماتش اللي جاي؟ كان بيقول له عندي اللي ما بيرحموش النادي الأهلي، وبالفعل وقتها النادي الأهلي كان فريق لا يرحم أحد، وعند حسم الدوري بدون هزيمة واحدة في الجولة 30 كان مدير فني واحد قدر يقف قدام اللي ما بيرحموش هو الكابتن مختار مختار. والأهم وقف بفريقين، فريق الاتحاد وحصل على تعادل 2-2 مع النادي الاهلي، طبعا اهدرنا ركله جزاء شهيره في اخر الوقت في الدقيقه 90، وكمان في الدور الثاني لما انتقل للانتاج الحربي قدر برضه يحقق تعادل مع النادي الاهلي عشان يكون المدرب الوحيد اللي قدر يفقد الفريق اللي ما بيرحمش 4 نقاط. ولان كابتن مختار مختار دايما علامه مميزه، ورغم ان النتائج دي النادي الاهلي عانى منها، ولكن هو لازم ياخد حقه، لان البعض لما يتكلم عن كابتن مختار مختار وهو لا يعي قدره محتاج يتعلم هنا، لان موسم 2018-2019 اللي الزمالك تصدر في اغلب الوقت فيه كان اول تصدر للزمالك كان بفضل تعثر النادي الاهلي امام كابتن مختار مختار لما تعادل مع الاهلي وهو بيدرب الجونه في الجوله الخامسه. كمان كابتن مختار مختار كان له نصيب في انه يضيع على النادي الاهلي بطوله كاس، يعني القصه مش دوري فقط لا غير، فاز بانبي على النادي الاهلي 1-0، طبعا الهدف كان سجله
اون جول رامي ربيعه وصعد للمباراه النهائيه وقدر يفوز على نادي الزمالك. فكمان بطوله بيهدرها كابتن مختار مختار يا فارس من النادي الاهلي، وبنتكلم عن الكابتن مختار مختار. طيب تعال نروح للزمالك. لو البعض بيتحدث عن كابتن مختار مختار، كابتن مختار مختار اللي حقق 17 هزيمه من النادي الاهلي، لو بنتكلم على نادي الزمالك هو ايضا حقق 17 هزيمه في اخر 27 ماتش، كابتن مختار مختار 17 ماتش في اخر 34 مباراه خساره. فاحنا بنتكلم لو انت بتقيس نفسك فيبقى الترمومتر بتاعك مختار مختار. اعتقد يا فارس كان عندنا برضو لو احنا بقى بنتكلم بالشكل ده، ولو انت عاوز تتكلم عن نتائج وارد جدا يكون فيه مدير فني بيجتهد، ولكن يا فارس النتائج مش بتبقى مساعداه وبرضه غير موفق. احنا مش لان هو فعلا محترم ولكن ولان اسلوبنا مختلف ولا نجتزئ يعني بالضبط. المدلول لو شفنا الرقم هنبدا نشوف ازاي احنا بنفكر بشكل مختلف. كابتن عبد الحميد باسيوني مدرب بيبدا يجتهد في الدوري ولكن لعب عدد كبير من المواجهات قدام نادي الزمالك، 9 مواجهات هزائم 9 انتصارات 0، استقبل 18 هدف وسجل هدف بلا يعني تعادل. في ال9 مباريات مفيش تعادل، مفيش انتصارات، 9 هزائم، 18 هدف بيستقبلهم وبيسجل هدف، احصائيه على فكره صعبه جدا، وكانت تقبل التشكيك، بس احنا والله ما بنشكك لان فعلا كابتن عبد الحميد باسيوني شخصيه في غايه الاحترام، ولكن ما بنجتزئش. ولو انت تجتزئ حاول تجتزئ صح، مش مع مدرب مختلف تماما. حابب تقول حاجه هنا يا اسامه؟ لا انا حابب اقول كان مين اللي جاب الجول اللي سجله طلع الجيش؟ الجون اللي سجله طلع الجيش مع كابتن عبد الحميد باسيوني مين؟ مش هتلاقي، انا مش كنا المفروض نجيبه. عندنا قضيه تانية اعتقد البعض اتكلم فيها بشكل متكرر، وهي فكره دايما في حاجه اسمها الانحياز التاكيدي. ايه الانحياز التاكيدي؟ ببساطه شديده جدا انك بتشوف الامور بعين واحده، ببساطه شديده جدا ان انت بيكون عندك معتقدات بتبدا تبحث من خلال المعتقدات دي عن نتائج توصلك وتطمنك على المعتقدات دي، فبيخونك دايما ذكائك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت تدور مثلا الاهلي بيكسب بالحكام، فتروح تجيب خطا تحكيمي سنه 54 وتقول شفتوا اهو الاهلي بيكسب بالحكام، وبتجتزئ التاريخ كله في اللقطه دي، او هدف طبعا الكابتن حسن شحاته. ايضا فكره اتحاد الكره بيجامل النادي الاهلي، حتى لو تاريخ اتحاد الكره كان دايما القيادات بيكون منتمين لنادي الزمالك، لكن انت المعتقد بتاعك ان اتحاد الكره بيجامل النادي الاهلي، فتروح تدور على قرار في نفس حقبه او نفس تقريبا بعد سنتين من جول حسن شحاته وتقول ايه شفتوا الغوا الاحتراف عشان عندنا كوارشي، عشان الاهلي ما بيحققش بطولات، اذا اتحاد الكره بيجامل النادي الاهلي. عارف احيانا الاكاذيب في ناس بتجيد ان هي تأيفها زي البدله كده، في ترزي بدل وفي ترزي افكار وفي ترزي اكاذيب. تبقى عندك المنطق واضح وصريح، تجتزئ، توصل للنقطه، تكون منه راي. في ناس عايزه تصدقك فتصدقك فتوصل لنتيجه هي في الاساس كذبه، وده اللي اسامه اتكلم فيه. قاعدتنا في الفقره دي اللي محتاجينكم تركزوا قوي معانا فيها هي الغاء اللاعبين الاجانب موسم 84-85. بعدها صدر قرار بالغاء اللاعبين الاجانب. كان في الوقت ده في مجموعه من اللاعبين الاجانب، النادي الاهلي جاب جورج الحسن، نادي المقاولين في رزاق طبعا اللاعب المميز جدا، وبيل انطوان طبعا الحارس الممتاز. بنتكلم كمان في نادي الزمالك كان عنده كوارشي، فسر ان ده حصل لصالح النادي الاهلي. نطلع ونسمع اول فيديو عشان تركزوا معانا في الفقره عشان نوصلكم للنتيجه الوحيده اللي اي عاقل لازم يوصل ليها. نشوف الفيديو. السنه دي في الكويت في الامارات مشوا اللعيبه الاجانب. كان في التوقيت دوت مثلا نص مدربي الزمالك كانوا موجودين هناك. نعم. فقالوا ايه رايك نرشح كوارشي واحد اسمه ادولف 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 وكوارشي. نعم. عزمنا الكابتن حلمي هو والحاج سعيد حمزه، جوم مضى مع الكوارشي ومضى مع ادولف ومتمدوا عاد ماشي. الاحتراف اتلغى في الامارات، النادي الزمالك شاف لاعب مميز اسمه كوارشي قدر يضمه نتيجه كابتن ابو رجيله. هنا كان وضع في المنطقه ان انت بتجرب تجربه الاحتراف بترجع لا بتتراجع عنها، وده اللي حصل مع نادي الزمالك. بس لو احنا رحنا للمواجهات بنتكلم في الفتره من 83-84 ده موسم، وموسم 84-85 ده الموسم الثاني. نستعرض كده البطولات النادي الاهلي حقق ايه والنادي الزمالك حقق ايه، ونرجع
معاكم نعقب تعقيد مهم على الارقام دي. الدوري المصري نادي الاهلي حققه مره، كاس مصر مرتين، كاس الكؤوس مرتين، بطولات الزمالك الدوري المصري واحد. اذا النادي الاهلي حقق في الموسمين دول 5 بطولات ونادي الزمالك حقق بطولتين. طيب هتيجي تقول لي هل ده يستدعي لإلغاء فكرة المحترف الأجنبي لخدمة مصالح النادي الأهلي؟ ما تيجي نقف عند حتة صغيرة. هو نادي الزمالك حقق البطولتين دول إمتى؟ ركز معايا. حقق البطولتين بطولة الدوري 84 وبطولة الدوري أبطال أفريقيا 84، دول البطولتين اللي حققهم الزمالك. النادي الأهلي حقق الكاس في 84 وحقق كاس الكؤوس. طيب اعتقد لو انت شايف ان الزمالك حقق شيء استثنائي بان هو حقق الدوري المصري وحقق كاس الكؤوس، طبيعي في الموسم ده النادي الاهلي لو متضرر وعايز تجامله هتعمل ايه؟ هتلغي اللاعبين المحترفين مع نهايه موسم 83 84. ولكن الغريب بقى ان موسم 84 85 النادي الاهلي بيحقق دوري، بيحقق الكاس، بيحقق كاس الكؤوس. نادي الزمالك ما قدرش ان هو يحقق الدوري ولا الكاس وخرج من دوري ابطال افريقيا بمسماه القديم. طب اللاعبين الاجانب اتلغوا امتى؟ بعد موسم 84 85 اللي النادي الاهلي حقق فيه 3 بطولات. هل في اي منطق ان القرار اتاخد بعد ما النادي الاهلي حقق 3 بطولات مش في الفتره اللي النادي الزمالك حقق فيها بطوله الدوري وكاس الكؤوس ودوري ابطال افريقيا؟ لو انت مقتنع ان القرار خرج في الموسم اللي النادي الاهلي فيه الاقوى لمصلحته، يبقى انت اكيد عندك مشكله في تفكيرك. بص خلينا نتفق على حاجه مبدئيا، لما بيصدر قرار زي ده بنبدا نفكر لو احنا عندنا نظريه المؤامره نشوف مين اللي اصدر القرار، وقت الفرق، وقتها القوه كان ميزان القوه فين. النقطه الثانيه الثالثه والاهم، القرار ده كان من اتحاد الكره كان لصالح الكره المصريه ولا لا. هنروح لاول واحد، مين اللي اصدر القرار او مين رئيس اتحاد الكره اللي اصدر قرار الغاء الاحتراف؟ الكابتن حسن عبدون. مين حسن عبدون؟ حسن عبدون اللي له أزمة شهيرة جدا مع النادي الأهلي في موسم 87 88، وأصر على هبوط النادي الأهلي لدرجة تانية، لدرجة إن الكاتب الزملكاوي الكبير الأستاذ محمود معروف كتب قال الرجل الذي كسر شوكة الأهلي، يعني ده الراجل اللي كسر شوكة النادي الأهلي. فبالتالي واضح جدا إن الراجل مستحيل يطلع بقرار محابي للنادي الأهلي. مستحيل. النقطة التانية والأهم هي فكرة البطولات. النادي الاهلي هو بطل الدوري، بطل الكاس، بطل ابطال الكؤوس، الثلاث بطولات اللي كانوا متاحين ليه وقت اتخاذ القرار. الاهم من كل ده هو النادي الاهلي خايف من كوارشي وهو بياخد منه او بيكسبه باشبال او ناشئين في كاس مصر المباراه الشهيره في 85 لما رحنا بفريق 19 سنه وفي وجود كوارشي في المباراه والكابتن فاروق جعفر وسعيد الجداي النادي الاهلي فاز. اذا قوه النادي الاهلي ما كانتش بس على مستوى الفريق الاول، فدي كلها قرارات لازم نحطها في الاعتبار. طب النقطه الثالثه ايه؟ مصلحه الكره المصريه. ايه اللي حصل سنه 86؟ منتخب مصر بعد 27 سنه بطل امم افريقيا اللي كانت مقامه في مصر. اذا عرفنا مين صاحب القرار وعلاقته بالنادي الاهلي، عرفنا مدى او ميزان القوه في الوقت ده، عرفنا الاهم مصلحه الكره المصريه اللي كمان كابتن حسن عبدون كمل مشوار بعد ما تم اقالته، رجع تاني بحكم محكمه في 88 وكمل مشوار الصعود لكاس العالم 90 من سنه 1934 ما كانش المنتخب المصري صعد. يبقى باي عقل وباي منطق تيجي تفكر ان المصالح او مصلحه النادي الاهلي كانت في الغاء الاحتراف؟ طب ما نستعرض يا فارس، احنا عندنا المقاولين، الزمالك، المصري، دول اللي كان عندهم لعيبه محترفين. نستعرض نتائج النادي الاهلي امام الفرق دي في الموسمين دول بمحترفين، الوضع هيكون ايه؟ النتائج هتظهر. ممكن نشوف مواجهات الاهلي والزمالك، 5 مواجهات دول الموسمين بالظبط للنادي الاهلي مع نادي الزمالك، كان فوز الاهلي 2، فوز الزمالك 2، منهم فوز كان بعد ما النادي الاهلي كان حسم الدوري، وطبعا تعادل الفريقين مره واحده. يعني 5 مباريات. الكفه تقول لي طب ما الكفه متساويه، اقول لك هي فتره الثمانينات من اول سنه 80 لسنه 90 كانت الكفه متساويه، 7 فوز للاهلي، 6 فوز للزمالك، 11 تعادل. ما هو انا بقى اسامه عشان انت قلتها ومحتاجين نقف عندها، اخر موسم اللي هو 84 85 لعبنا 3 مواجهات. النادي الاهلي فاز في الكاس بالناشئين وفزنا في الدوري الدور الاول والدور الثاني بعد ما كنا حسمنا البطوله خلاص بالزبط. الاهلي حسم اللقب، لعبنا الزمالك، الزمالك فاز والنادي الاهلي كان اوريدي حسم البطوله. فانت حتى الموسم اللي بتتكلم ان هو النادي الاهلي متفوق فيه قلنا على مستوى البطولات وعلى مستوى النتائج المباشره، الاحتراف اتلغى عشان خاطر
الكوارشي كان النادي الاهلي مستفيد من رحيله. معانا مواجهات النادي المصري، النادي برضو اللي كان عنده محترفين اجانب. النادي الاهلي لاعب النادي المصري في الدوري، النادي الاهلي فاز 3 ونادي المصري فاز مباراه. في كاس مصر النادي الاهلي فاز 3 فاز 2 والنادي المصري بلا اي فوز، اجمالي 5 فوز للنادي الاهلي وفوز وحيد للنادي المصري، تفوق برضو شاسع. كنا محتاجين فوز كمان للنادي المصري، لكن بصفة النادي المصري اللي النادي الأهلي كان مستفيد من رحيل قاسم بور وكريم زكري، الحقيقة أن النادي المصري في الوقت ده كان عنده 8 لاعبين أساسيين من الفريق على رأسهم جمال جودة من النادي الأهلي، فتقريبا كان الأهلي به. أما كمان فريق المقاولين العرب ده ما اكتفاش أنه يلعبنا بس مباريات محلية، لا كمان لعبنا في أبطال الكؤوس والنادي الأهلي قدر يتجاوزه في الدور قبل النهائي. فلو استعرضنا النتائج هنلاقي برضو تفوق للنادي الأهلي محلي وأفريقي على نادي المقاولين العرب، 2 فوز في الدوري المصري مقابل تعادلين، كاس مصر 1 مقابل لا شيء، أبطال الكؤوس الاتنين تعادل 0-0 و1-1، إجمالي 3 فوز للنادي الأهلي 4 تعادل. بس الأربعة التعادل دول أعتقد كان ليهم قصة طريفة كده، أكيد بذلوا فيهم مجهود كبير، لكن برضو كان في بعض التصريحات اللي صدرت من أحد لاعبي نادي المقاولين في الفترة دي محتاجين نسمعها عشان نفكركم بالفترة دي ممكن كانت تبقى ماشية إزاي، عشان اللي فتح باب التاريخ أعتقد قفل على أصبعه. نشوف الفيديو ده. ما تعرضش وقتكم يعني ما كانش بيتعرض مثلا عليك وحد يجي يكلمك يقول لك يعني تفوت لنا الماتش وهنديك مبلغ كذا وبتاع؟ ما هو كانت بتحصل. حصل كانت بتحصل. مين بقى كانت بتحصل جدلا؟ لا قول لي وقع او ما انا لا وقع دي ما حصلتش. كانوا بيدونا مكافئات تشجيعيه بس احنا ما بنرضاش ناخدها لان النادي كان بيدينا اكتر. يعني كان يقول لنا مثلا اكسبوا المباراه دي عشان احنا يعني لصالحهم هم، مش مثلا ايه فوتوا لنا المباراه عشان لا اكسبوا المباراه دي واحنا هنديكم مبلغ. انما احنا طبعا ما كناش بنرضى، انما كانت ممكن تحصل في بعد كده في لعيبه. مين يعني قول لي وقائع، قول لي وقع يعني وقع انت ما تنساهاش وانتوا رفضتوا يعني. انا كان نادي الزمالك بيجوا يعرضوا علينا فلوس ان انتوا تكسبوا عشان يعني الزمالك كان بيعرض عليك انك انت تكسب على تكسب الاهلي مثلا على سبيل المثال. يعني الكابتن سعيد الشيني طبعا نجم نادي المقاولين العرب واخو كابتن طبعا سامي الشيني نجم نادي الزمالك، واعتقد تصريح واضح جدا ان كان بيشوف ان هي تشجيع لفكره ان انت تفقد النادي الاهلي نقطه او نقطتين. اعتقد الموضوع ده بنتناوله في كل تاريخ وستينيات وثمانينات وتسعينات. تصريح متكرر تحس ان هي اسطمبه، ان في ناس كانت عايزه ناس تخسر بطريقه معينه. بالظبط. بس قبل ما ننهي القصة دي ونروح لحاجة كمان حصلت دلوقتي فيما يخص اللاعبين المحترفين، حابب أتكلم عن كوارشي حاجة سريعة. كوارشي لاعب جيد ما نقدرش نقول غير كده، ولكن طالما أنت بتتكلم بالوضع ده لازم أشوف إن أنا كان في أرقام تستدعي اللي أنت بتقوله ده. في موسم 84 اللي الزمالك حقق فيه الدوري هداف الدوري كابتن أيمن شوقي من الكروم، 8 أهداف. موسم 85 اللي النادي الأهلي حقق فيه الدوري بقى كان هداف كان كابتن علاء ميهوب جاب 9 أهداف، هداف نادي الزمالك كابتن طارق يحيى. طب كوارشي اللي لعب في بطولة 84 اللي انت خدتها دوري ابطال افريقيا حقق فيها 3 أهداف، منهم هدفين في مكان الزامبي في دور الثمانية في مباراة خلصت كام؟ 5-1، وهدف في شبيبة القبائل في ماتش العودة كان بعد ما الامور حسمت. فاحنا بنتكلم حتى على مستوى التأثير الخارق لكوارشي اللي انا بشوف ان فيه مبالغة كبير جدا عند الزمالكاوية وهم احرار فيه، برضو ده ما كانش يستدعي ان النادي الاهلي اللي واخد الثلاثية وقتها يلغي المحترفين او يضغط لده. لو لكن سافرنا بالزمن يا اسامة هنلاقي الوضع اتكرر بشكل مختلف. انا عايز اقول بس ان تاريخ كوارشي مع نادي الزمالك في الموسمين 18 هدف، اعتقد وليد ازارو في بس بطولة الدوري في موسم واحد سجلهم. ولو انت اعتمدت بالتاريخ ده لكوارشي، اسماعيل كوليبالي المنسي من تاريخ نادي الزمالك محقق 16 هدف وجماهير الزمالك بتشوف ان هو ما كانتش الصفقة الناجحة. لكن لو فكرة اتحاد الكرة على مدار التاريخ بيجامل النادي الاهلي، النادي الاهلي بعد هروب عصام الحضري في 2008 تعرض لأزمة، أزمة حراسة المرمى، خاصة أن عصام الحضري هرب في شهر فبراير. النادي الأهلي محتاج دعم وكان في أزمة حراسة مرمى في مصر، فالطبيعي النادي الأهلي يعمل إيه؟ يدور على حارس محترف. فيطلع قرار من اتحاد الكرة
إلغاء التعاقد مع الحراس الأجانب. آدي القرار. لو إحنا بنفكر بالطريقة اللي البعض بيفكر فيها هنقول هوب أقف هنا يا عم، ده اتحاد الكرة بيحارب النادي الأهلي وبالتالي بيلغي القرار ده مجاملة لنادي الزمالك اللي كان عنده حارسين على مستوى قريب جدا من بعض، طبعا عبد المنصف وعبد الواحد السيد. تقليص قائم الأندية ده الحق لنفس الخبر برضه. كان مين النادي الأهلي بيفاوضه؟ كان كاميني لاعب حارس الحدود أو حارس مرمى حارس الحدود، كان متألق جدا معهم. اللي قال بعد كده إن كان حلمه إن هو يلعب في النادي الأهلي وكان اقترب جدا، وقال قررت الانتقال للأهلي عقب نهاية عقد مع حارس الحدود، ولكن فجأة صدر قرار بعدم استمرار الحراس غير المصريين. عمل إيه النادي الأهلي يا فارس؟ استكمل مسيرته. النادي الأهلي بطل أفريقيا بكابتن أمير عبد الحميد 2008 دوري أبطال أفريقيا. النادي الأهلي بطل أفريقيا في 2012. النادي الأهلي بطل أفريقيا في 2013. وده ليه؟ لأن النادي الأهلي عمره ما دور على شماعة يعلق عليها أي نتائج للفشل. النادي الأهلي دوره ودور مسؤوليه ولاعبيه وجماهيره إن احنا تحت أي بند تحت أي ظرف لازم نشتغل على إننا نحقق البطولة. هو ده النادي الأهلي، وده اللي بيتربى عليه كل من ينتمي للنادي الأهلي. وأعتقد بقى واضح جدا الناس اللي بتشوف بعين واحدة والناس اللي بتفتح باب التاريخ. عندنا بلاش الأهلي خط أحمر عشان باب التاريخ هيقفل على صباعك. نطلع فاصل وانتظرونا في بقية فقرات الأهلي خط أحمر. نطلع فاصل ورجعنا لكم في الأهلي خط أحمر اللي بفضل جمهوره كان منذ دقائق رقم 2 على مستوى مصر في التريندينج يا أسامة. طبعا بنشكر جماهير النادي الأهلي وبنشكر دايما دعمكم المتواصل لنا، وإن شاء الله دايما نكون عند حسن ظنكم. إن شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور، وكمان إعلاميا نتمنى نكون عند حسن ظن أنفسنا، لأن في حاجة حابين نتكلم فيها قبل ما ندخل في فار روم. نادي الزمالك عنده مفاوضات مع لاعبيه للتجديد، ده شأن غير أهلاوي بالمرة، بس إحنا جايبينه هنا عشان نأكد إن النادي الأهلي عمل شيء استثنائي. ولكن في ظل ان النادي الاهلي بيعمل شيء استثنائي، وهو ان هو بيتكلم ان هو مش هيفاوض اي لاعب من نادي الزمالك، طلع الاعلام بيتكلم بعضه عن ان النادي الاهلي هو يدير او اشخاص اهلاويه بيديروا كل ده عشان يشتتوا لاعبين من نادي الزمالك. بعض الجمهور بيمشي ورا ده، بعض الناس بتصدق ده، ولكن ليه الناس ما بتقفش عند مصدر الاخبار اللي احيانا بيكون زملكاوي، بل زملكاوي متعصب، بل شخص مشهور انه بيخدم مصالح نادي الزمالك من خلال الاعلام. نطلع ونشوف اسلام صادق قال ايه. طب انا هقول لك بقى جديد، لا صحه لا صحه لما تردد عن لسان اي مسؤول، اذا كان في مسؤول اصلا اتكلم داخل النادي الاهلي، ان ملوش علاقه بلعيبه الزمالك. لا، أنا بقول لحضرتك إن النادي الأهلي يفاوض 3 لاعبين من الزمالك في التوقيت الحالي. تاني، النادي الأهلي بيفاوض 3 لاعبين من العناصر الأساسية لنادي الزمالك في التوقيت الحالي، ومليش علاقة يروحوا الأهلي يقعدوا في الزمالك، مليش علاقة. لكن أنا بقول لك اللي بيحصل أحيانا من المسؤولين، وده حر، كل واحد حر في الأهلي في الزمالك في الإسماعيلي في أي حتة، أن يتكتم على مفاوضاته مع اللاعبين لغاية زي ما كان كهربا، وأنا قلت لك قبل كده وضربت لك بمثال بكهربا. لك أن تتخيل ولو للحظة أن اللي بيتكلم كابتن أحمد شوبير، كان إيه هيكون رد الفعل؟ كان إيه اللي هيتكلموا فيه عن نظريات المؤامرة لهدم نادي الزمالك، رغم ان انت عندك تصريحات أهلوية، ورغم ان انت عندك تشكيك واضح وإثارة وتعمد ان الجمهور يبقى محتقن بكلام ان لا مهما حد قالك في لاعبين بيكلموهم من نادي الزمالك. الفكرة ان اللي بيتكلم زملكاوي، بس مش هتجيبه، لان انت مش عايز توصل فكرة ان الاعلام بيبحث عن السبق، انت عايز توصل فكرة ان الأهلوية عايزين يوقعوا نادي الزمالك. بس هل فعلا الأهلوية عايزين يوقعوا نادي الزمالك؟ انا بس بعترض على فكره لك ان تتخيل الكابتن احمد شوبير. الكابتن احمد شوبير اعلامي، الكابتن احمد شوبير قبل ما يكون اهلاوي اعلامي طبعا طبعا طبعا، ورساله واضحه كمان. ولكن انا بتكلم تخيل عن فكره المفاوضات، لان الكابتن احمد شوبير اتكلم في مفاوضات للامانه مع زيزو، بس مش النادي الاهلي، ولكن ده شغله المهني. حتى لو انت بتتكلم بشكل احنا نختلف معاه،
ده شغلك، بس مش عشان اهلاوي او زملكاوي، هتشوف الصوره كامله انت كزملكاوي. الكابتن احمد شوبير بيعمل شغله صح طبعا. طبعا الاستاذ اسلام صادق اتكلم قبل كده عن مفاوضات مع اوباما، النادي الاهلي بيتفاوض مع اوباما، قلنا ما ينفعش يا جماعه وما فيش حاجه من الكلام ده بتحصل. طبعا بعد ما تم توقيع اوباما مع نادي الزمالك وتجديده طلع قال انا ما يهمنيش التجديد، انا حتى لو طلع اي مسؤول من النادي الاهلي انا يهمني لما رئيس نادي يطلع يتكلم. تقريبا هو يعني ما خدش باله او معاش معانا الكره المصريه والنادي الاهلي طبيعتها بتكون او طبيعه المسؤولين في النادي الاهلي بيكون ايه. انت عاوز رئيس النادي الاهلي يطلع يرد على خبر اي صحفي ايا كان قيمته عن فكره تفاوض النادي الاهلي مع لاعب، عندنا مدير تعاقدات، فبنسمح لك تشوف الكابتن احمد شوبير الاعلامي رائد الاعلام الرياضي في الفتره الاخيره لما بيكون عاوز يعمل شغل اعلامي بيروح لمين؟ بيروح لمدير التعاقدات في النادي الاهلي وبيطرح عليه التساؤل، هو ده شغل الاعلامي. اما اللي حضرتك بتعمله ده شغل انا اعتقد تخمين تنجيم ومحدش عارف يرد عليك في السكه دي، لان انا بقول وهم هيتكتموا فبالتالي ملهاش ملكه، لكن الكابتن احمد شوبير بيعمل شغله الاعلامي صح. نسمع الفيديو ده ونرجع نعقب. اول اسالك عن موضوع اوباما لان ده مهم جدا. لما انا طلعت نفيت امبارح حد طلع قال لي انت ما بتفهمش وانت ما بتعرفش، قلت له عم كتر الف خيرك. هل هناك اي تفاوض اي نوع من التفاوض بين الاهلي واوباما سابقا حاليا مستقبلا؟ حبيب بص يا كابتن، طبعا انا احب ابدا الكلام ان احنا مع طبعا مع احترامي لاوباما طبعا لعيب كبير ولعيب محترم وشخصيه محترمه جدا طبعا، بس احنا هنبص على الموضوع اكتر من وجهه نظر نادي الاهلي ونادي الزمالك. تمام تمام. في الفتره الحاليه احنا دورنا كنادي اهلي ودور اداره النادي الاهلي ان احنا نقف جنب الزمالك، ان هو الفتره دي محتاج مسانده من كل الاطراف. فاحنا بالنسبه لنا من سابع المستحيلات ان احنا نتكلم مع لعيب مرتبط باي تعاقد مع نادي الزمالك الفتره دي او في اي وقت. تمام. فالنهارده اي كلام بيتقال من اي حد سواء اعلامي او من الجمهور او حد بيتخيل، احنا كان في كلام حصل برضه لقيت كلام جالي النهارده ان في شركه مصطفى محمد. كنت لسه هسالك على مصطفى محمد كمان. الاهلي هتودوه فرنسا هتودوه فرنسا وتجيبوه؟ لا الكلام ده مش مقبول طبعا. واحنا بندعم جدا الفتره دي فكره نبذ التعاقد. ده شغل الاعلام المظبوط، انا عندي مدير تعاقدات بجيبه على التليفون بساله الاسئله، الحوار اللي بيدور في الساحه الرياضيه. يا استاذ امير او يا كابتن امير انت بتتفاوض مع ده، كابتن امير قال ايه بقى؟ قال حاجه اكدنا عليها من خلال البرنامج لما قلنا احنا بنساند نادي الزمالك في محنته، نفس الكلام قاله مدير التعاقدات الكابتن امير توفيق، اننا كنادي اهلي بنساند نادي الزمالك عشان يعبر محنته، هو ده النادي الاهلي اللي بياخد البطولات او بيحب ياخد البطولات في طريقه اقوياء مش في طريقه ضعفاء. اعتقد يا فارس موضوع قفلناه ووضحنا للناس يعني ايه تشتغل اعلامي. وضحنا الناس الفرق ما بين الاهلاوي اللي بيحاول كمان يعرض صوره فيها استقرار والزملكاوي اللي بيحاول يطلع اخبار بالشكل ده ومع ذلك انتوا بتشوفوا بالعين اللي انتوا عايزينها. نروح بقى للفقره اللي بنتقمص فيها شخصيه كولينا وارو. كابتن سيد عبد الحفيظ بعد مباراة النادي الأهلي الأخيرة وعلى خلفية إلغاء هدف بشكل حصل قبل كده مع النادي الأهلي اتكلم في كواليس إلغاء الهدف ففوجئ إن هو بيتغرم 50,000 جنيه. طب تعالوا نسمع كابتن سيد قال إيه ونرجع نعقب. أنا أكتر واحد كنت أتمنى إن الهدف ده يبقى أوفسايد، أكتر واحد كنت أتمنى الهدف ده يبقى أوفسايد. ليه؟ لأن لو الهدف ده سليم 100% لا يبقى في مشكلة مع كابتن محمود دسوقي. كابتن محمود دسوقي ده هو اللي قاعد على الفار، يعني موجود بقاله 4-5 ماتشات معرفش يعني معانا احنا كل الماتشات، يعني كان معانا في مباراة الاتحاد، كان معانا في مباراة المقاصة برضو اتلغى هدف في مباراة المقاصة كان هو برضو اللي على الفار. النهارده قاعد على الفار اتمنى ان الهدف ده ما يكونش صحيح، اتمنى لان لو الهدف ده صحيح لا يبقى في حاجة مش يعني في حاجة لازم نتساءل عليها. يعني انت في 3 ماتشات بتغلط مرتين في هدفين، طب افرض دلوقتي سيراميكا رجعت في المباراة. حكم الفار الحكم المسؤول اللي اتكلم عنه كابتن سيد عبد الحفيظ اللي في 40 يوم بيدير 3 مباريات فار للنادي الاهلي وكان الراجل ده مضاد حيوي
في التحكيم انت لازم تاخده كل 10 ايام او كل 13 يوم. هل ده منطقي؟ هل ده معقول؟ هل ده شيء لا يثير الدهشة ان كابتن سيد عبد الحفيظ يبدي فقط تساؤله ولا لا يا اسامه؟ هو بالعكس كمان ده الكابتن سيد عبد الحفيظ قال انا بتمنى ان الكرة دي تطلع تسلل. يعني انا مش فاهم ما حكمش على اي اساس الكابتن سيد عبد الحفيظ تم معاقبته؟ هل على اساس ان في الكابتن هاني السعيد يتعاقب هنا او الكابتن سامي شيشيني يتعاقب مع اسوان فالكابتن سيد عبد الحفيظ يتم معاقبته على اساس ان هو بيتمنى ان الكوره تطلع تسلل؟ والحكم الفار محمود الدسوقي حكم بالفعل الثلاث مباريات الاتحاد المقصه وسيراميكا، وفي مباراتين من الثلاثه كان له خطا تحكيمي او اثار الجدل بين الخبراء التحكيميين سواء في مقصه او في سيراميكا. نطلع نشوف كمان الكابتن بقى طارق السيد وهو بيحاول او بيوجه نصايح لبيتس موسيماني. موسيماني بيقول في المؤتمر الصحفي ان هدف كهربا الثاني اللي هو جه واتحسب اوفسايد مش اوفسايد من وجهه نظر، ان هو بيقول انه كان واقف على الخط يعني على خط التماس كده قدام المدافعين ومهاجمين الاهلي اللي هو محمد شريف، وبيقول ان هي مش اوفسايد من وجهه نظر وتستحبه. طبعا احنا شفنا الكوره من خلال الفار من خلال الخطوط يعني. طب اقول حاجه ولا كرسبري يقول؟ لا قول. خليك في شغلك. لا هو كمدير فني لازم يبقى ليه يا كابتن كريم. هو مهما كان واقف على الخط مش هيشوفها زي الفار يعني خلي بالك ساعات الفار بتغلط يا عطار. ايوه في بس يعني دي بس في الاوفسايد يا كابتن كريم في حاجات يعني ايه يعني خلي بالك انت الفار قعد الثلاث دقايق كتير قوي وقفنا الماتش لغايه ما عملوا الخطوط وشوفوا الاوفسايد ازاي. هي اوفسايد هي اوفسايد باينه يعني في على الاقل في شعره زي الشعره اللي قلناها في الماتش الاولاني فهي لا اوفسايد. انما يعني مستر موسيماني بعد اذنك يعني انت ممكن في فار والكره وقفت يا كابتن سمير كتير جدا 3 4 دقائق فعشان انت تقول انها مش اوفسايد لا معلش انا اسف. يعني رساله لكابتن طارق السيد مستر بيتسو موسيماني من صميم شغله ان هو يعقب على اي خطا تحكيمي خاصة لما يكون خطأ تحكيمي بهدف. ولو بتكلم على فكرة ان هو واقف على الخط يا كابتن طارق بقى فيه موبايلات وبقت اللقطات دي بتنزل وقبل ما يدخل المدير الفني المؤتمر الصحفي بالتأكيد بيكون شاف ايه اللي حصل في المباراة. ولو اللقطة في الشوط الاول بالتأكيد بين الشوطين سواء حكم او جهاز فني او لاعبين بيراجعوا القصة من خلال السوشيال ميديا فالموضوع محسوم تماما لفكرة ان هو يبقى عارف الكرة دي اوفسايد ولا لا من غير ما يكون مش محتاج يقف على الخطوط. واعتقد ده صميم شغله يا كابتن طارق وصميم شغل المديرين الفنيين. بيرم العظيم قال يا اهل المغنى بمغنى وجعنا دي اسكت لله. تخيل كابتن طارق بيقول لموسيماني المدير الفني خليك في شغلك. طب ما انت خليك في شغلك يعني الاولى ان انت مش طرف وبتحلل لا انت بتكلم في قرار التحكيم الصح ولا غلط وده برضو مش من صميم عملك. يعني قبل ما انت توجه النصيحه لبيتسو موسيماني المدير الفني يا اخي وجهها لنفسك. طب هل اصلا تحليلك ورؤيتك العبقريه لما تقمصت دور الحكم كانت صح ولا غلط؟ اكيد غلط لما نطلع نسمع الفيديو ده وكابتن احمد الشناوي. ادي قدم اللاعب هناك ورا انا شايف ان يعني لاعب النادي الاهلي بعيد تماما عن التسلل. طلع مش دي اللي موجوده عنده؟ لا مش هو مش عندوش البيرو ده هم عندهم تقنيه تانية ما اعرفش ايه التقنيه بتاعتهم لكن هم تطلعوها بالشكل عندهم نفس الزاويه اللي احنا بنشوف منها دي ولا زوايا تانية؟ نفس الزاويه ما اللي جابوها الخطوط اللي من فوق الحاجات المجرده ما فيهاش انا ما اعرفش ما ده اللي انا عايز اقوله اوفسايد ولا ما فيهاش اوفسايد؟ لا انا بالنسبه لنا هنا ما عنديش تسلل يبقى ما فيش برافو. من كابتن احمد الشناوي الى كابتن طارق السيد خليك في شغل بالظبط كده. اللي مش بس من الكابتن احمد الشناوي ده في حد تاني عاوز يقول للكابتن طارق السيد خليك في شغلك. شوفوا بقى اللي انا هعمله الخط عشان الناس بتقولش الخط ده صناعتنا. شوفوا الخط لما يطلع التاني هنمشيه على خط المنتصف. هنمشيه زي ما انتم شايفينه كده اهو شارب معاه بالظبط. اذا الخط ده لا معوج يمين ولا شمال مع خط يرجع تاني هنرجعه تاني اهو مع اللعيب. فين التقدم للاعب النادي الاهلي؟ انا اعتقد ان هو اشار انه متقدم بكتفه فين اذا كان اللي هو مش معدي ده ايده نازله والقدم. انا بقول لحضرتك ما هو الاعتقاد هو لا هو اللي عمل له خط تسلل عمله له بشكل خاطئ هو ده السبب. لكن التسلل مش موجود والهدف صحيح 100% يعني. دول مباراتين اثاروا جدل تحكيمي على هدفين للنادي الاهلي تم الغائهم من محمود الدسوقي حكم الفار. فبالتالي تساؤل الكابتن سيد عبد الحفيظ تساؤل في محله وواضح جدا
لكن هل ده فارس كانت مباراه واحده من الثلاث مباريات او مباراتين وباقي المباراه؟ كابتن محمود الدسوقي اللي كان حكم الفار، البعض اتكلم في لعبه تخص ضرب الجزاء لنادي الاتحاد، اتحسبت المخالفه من الخارج، وقال ان يا جماعه الحكم ده راجل عادل وفير جدا وما عندوش اخطاء، بدليل ان هو حسبها لكم من بره، مع ان ما فيش اي حكم قال ان هي من جوه. ففكره المغالطه ان الراجل اداك حقك فهو كويس وهو ما تقدرش تنتقده، طب ما ده حقي بس غلط في حاجه تانية. نطلع ونشوف اللقطه وتحليل الكوره بتاعه سيسي اللي كانت من بره. فطبعا هنا في اللعبه دي بالشكل ده واضح ان سيسي بدايه العرقله بالشكل ده او بدايه احتجازه خارج منطقه الجزاء، فبالتالي ركله الجزاء طبعا مش ركله لكن الخطا موجود لكن من خارج منطقه الجزاء. خدنا حقنا يعني، محدش جاملنا في حاجه وده مش دليل تفوق، انما هو كابتن احمد الشناوي اللي قال واضح ان حكم الفار بيحدد النقط غلط، واضح كمان ان ده خطا لانه اتكرر اكتر من مره، فواضح ان الحكم عنده خلط في مفاهيم النقط اللي المفروض يحدد عليها خط التسلل، ونتمنى حد يراجعه لان صعب جدا وغالبا نادرا ما تشوفها في العالم حكم فار يحسب نفس اللقطه لنفس اللاعب مرتين في مباراتين مختلفتين والقرارين غلط. بالتاكيد، وهنا برضو بنطالب اتحاد الكره مع فكره الفار، يا ريت فكره التسلل يتم ضبطها بشكل كافي جدا عشان ما ينفعش يبقى عندنا فار ويبقى عندنا مشاكل في التسلل او الاوفسايد اللي هو بيتحدد بشكل اوتوماتيكي. طبعا عندنا لقطه مهمه جدا، احنا هنا ليه بننوه اللقطه دي؟ احنا هنا لا نسيء لاي حكم ولا نسيء الظن باي حكم، ولكن لما يكون في حكم قراره مختلف في لعبه مختلفه لكن لون التيشيرت هو المختلف، نفس اللعبه نفس القرارات لون التيشيرت اختلف قراره، فلازم هنا نقول لا في وقفه، وده اللي النادي الاهلي بيعمله من بدايه الموسم واحنا هنا بنعمله من بدايه الموسم ايضا. الكابتن محمود عاشور في احدى مباريات النادي الاهلي امام الاسماعيلي حسب ركله جزاء وهميه حتى بعد ما رجع للفار اصر على موقفه، لكن الكابتن سمير عثمان كان له راي، عشان احنا هنا بنستدل بالخبراء التحكيميين نشوف رايه عشان هنربط بما حدث في مباراه هذا الاسبوع. نيجي هنا نشوف الكرة هنكون في حاجتين، لو الكرة جت في جسمي وبعد كده راحت لإيدي يستمر اللعب مفيش حاجة. تمام تمام، احنا هنا عندنا مبدئيا الكرة جت في الجسم وقد تكون جت في الإيد، بس أنا شايفها إن ما جتش في الإيد أصلا يعني باللعبة دي بالفيديو اللي ناس شافوه في غرفة الفيديو ما فيهاش جت في الجسم. نفترض حتى لو جت في إيده، حتى لو جت في إيده وهي جاية من جسمي جاي من راسي من إيديا من بطني ما فيهاش ركلة جزاء. طبعا هنا حكم الفيديو نادى عاشور، هنا كان حكم الفيديو القرار صح، عاشور طلع شافها وصمم على قرار عاشور خلاص من وجهة نظره هو محمود يتحمل القرار بتاعه. بس نركز مع بعض كده، حكم الساحة الكابتن محمود عاشور بمواقفه مع النادي الأهلي اللي سبق واستعرضناه قبل كده في مباراة للأهلي والإسماعيلي، شاف الكرة دي ركلة جزاء وهو حكم ساحة، فحكم الفار استدعاه قال له الكرة مش ركلة جزاء، لا لمست ايد رامي ربيعة، وحتى لو لمست ايد رامي ربيعة فهي ارتداد من جسمه. طلع الكابتن محمود عاشور راح للفار، عيد اللقطة يا ابني مرة اتنين تلاتة، هو القرار ركلة جزاء، ده معيار الكابتن محمود عاشور، هو حكم ساحة وهو حكم ساحة، فوارد يكون هو ده المعيار اللي بيحسب عليه ركلات الجزاء. واعتقد وهو حكم فار شاف اللعبة أكتر، حكم الساحة أحيانا بيكون مضغوط، كمان حكم الساحة هو اللي واخد القرار فمش حابب يرجع فيه عشان أحيانا ما يبقاش شكله غلط، واتكلمنا نفسيا في ده. طب كابتن محمود عاشور وهو حكم فار كان رأيه إيه في لعبة مماثلة وهو عنده كل الهدوء إنه يحكم عليها؟ نطلع ونشوف. بص هنا اللاعب هنا بيعمل إيه؟ اللاعب بيعمل إيه؟ لا ورصه بيلعب الكرة بدماغه. في يعني لما جم عدلوا القانون عشان الامر ده قالك من المستحيلات ان لعيب يلعب الكره او باي شكل يعني براسه بصدره برجله باي حاجه وان يلعبها تيجي في ايده، ده من المستحيلات. فطبعا اللاعب هنا بيلعب اللعبه دي بيقع في الارض، مستحيل ان هو عايز يجيب ركله جزاء على نفسه بالشكل ده. الكره لو ذهبت من تعمد لاعب ليده بغض النظر عن وضع ايده سواء كان في الوضع الطبيعي او غير الطبيعي، حسبت زيها بالظبط في مباراه الاهلي يا كابتن. كابتن عايز اسالك سؤال، حسبت زيها بالظبط نفس الطريقه بالشكل ده، يبقى الحكم مخطئ في مباراه الاهلي، مخطئ اتحسبت على الاهلي بالشكل ده بالظبط يا كابتن. بص لي لو كده بالشكل ده يبقى الحكم مخطئ. عارفين انتوا الفكره بتاعت بنفس الصباع ده نفس الارتداد،
بس حكم الساحة كابتن محمود عاشور حسبه ضربة جزاء رامي ربيعة. حكم الفار كابتن محمود عاشور اللي هو واحد تاني خالص حسب ان الكرة ما فيهاش حاجة لان ده ارتداد. حاجة من الاتنين، يا الحكم بالاهواء ودي قاطعة ما فيهاش افتراضات، يا اما انت رجعت قانون لان انت ما كنتش عارف قانون. فلو انت كنت بتجهل القانون محتاج تعتذر للنادي الاهلي لانك اخطأت خطأ له علاقة بفهمك للقانون وتفسيرك ليه، ولو اهواء تبقى دي مصيبة كبيرة قوي. المشكلة بقى يا فارس ان لقطة زي دي استدعت نادي المصري اللي هو منافس نادي الزمالك يطالب اتحاد الكرة بالغاء تقنية الفار للظلم اللي تعرض ليه نادي المصري من وجهة نظرهم، لان الحالات دي اتحسبت في فرق تانية تجاه ضد نادي الزمالك. وهنا للتذكير بنذكر النادي الاهلي وللتاريخ اول نادي طلب تقنية الفار للوصول الى اعلى درجة من العدالة التحكيمية، ونادي المصري في مباراة امام الزمالك بيطالب بإلغاء الفار. حبينا بس نلقي الضوء على النقطة دي عشان نعرف مين اللي في مصلحته إن التحكيم يكون عادل بجد مش بشعارات. وإحنا أول اتحاد في العالم عايز فار للفار. نروح بقى لفقرتنا الأخيرة والساخنة جدا، ريمونتادا. رجعنا لكم وفقرة ريمونتادا، ومعانا ريمونتادا على منطق البعض. عمرو أديب إعلامي شاطر، ولكن واضح إن هو بيتبنى قضية وهي رمضان صبحي. فكرة اللاعب من حقه يختار اللي هو عايزه، من حقه يطلع معاك في برنامجك قبل كده في التوقيت اللي هو عايزه حتى لو ده يضر النادي الأهلي إن هو يتكلم فيه، من حقه يحترف، من حقه ياخد فلوس، من حقه يعمل كل حاجة، بس مش من حق جمهور النادي الأهلي ان هو يكون ليه اي موقف. نطلع ونشوف الفيديو. رمضان صبحي جمهور الأهلي مش عايز يسيبه في حاله، وانا مش فاهم ليه احنا مش واخدين بالنا من موضوع الاحتراف، انه اي لعيب ممكن ينتقل من نادي لنادي، واي حركة بيعملها رمضان صبحي، لعب ماتش كان طالع يجيب جون وما جاش، حصل له طرد، يبقى هاشتاج ادي رمضان صبحي، ادي الطموح، ادي في استهداف مستمر لرمضان صبحي. انا بأناشد جماهير الاهلي العزيزه، سيبوا الراجل يلعب، الضغط اللي عليه ده غير طبيعي. هو عمل ايه يعني؟ هل اللي يخرج من النادي الأهلي خلاص يعني نعلن عليه الحرب؟ اللي بيخرج من النادي الأهلي ما بنعلنش عليه الحرب، اللي بيحترم النادي الأهلي ما بنعلنش عليه الحرب، اللي عارف يعني إيه النادي الأهلي ويعني إيه علاقتك اللي بتنتهي بيه والشكل اللي بتنتهي بيه هي بداية مسيرتك ما بعد النادي الأهلي وتحديد شكلها، ما بنعلنش عليه الحرب. هنروح ونفهمك انت ازاي كنت جزء من تشكيل الضغط على رمضان، بس حابين نقول حاجة. هو مين اللي خلى رمضان لما جاي يتصور في المؤتمر الصحفي يعمل كده؟ والمين ومين اللي ما كانش عاقل عشان يقول له يا رمضان انت الجمهور محتقن فما ينفعش تعمل حركة زي دي؟ كمان بعد كده هو مين المسؤول في نفس النادي اللي انتقل منه رمضان اللي طلع قال لو بتتكلموا على الطموح ممكن نقول لكم الاهلي خد الطموح ازاي، وهو مسؤول في بيراميدز رسمي؟ ليه انت اعلاميا ما ناقشتش ده عشان تقدر تنظر وتقول ان الجمهور ما كانش طبيعي ان هو ياخد موقف من رمضان؟ ليه بتجتزئ وليه بتقتطع؟ لان انت جزء من حكاية رمضان اللي الجمهور في العالم كله حقه يكون له موقف فيها، لان دي كرة القدم. وعلى فكرة يا اسامة بيصدروا لنا ان احنا نحرج ان احنا نقول ان انت مش عايز رمضان يوفق. لا، انا مش عايز رمضان ينجح في بيراميدز وهو شكل واضح وصريح، لانه منافس لي ومصلحتي ان اللاعب اللي بيلعب في نادي اخر وقال انه راح النادي مختلف عشان فيه افضليه عن النادي الاهلي، لا، النادي الاهلي هو الطموح وهو البطولات وهو كل حاجه، وانا ده موقفي وده موقف اي مشجع طبيعي. وده اصلا النادي الاهلي بيعمله، اي حد بيفكر غير كده يبقى ما فيش معاش الكره المصريه. وتحديدا بقى احنا هنا اتكلمنا في فكره مهمه جدا، هي فكره اللاعب. انت بتقدم نفسك كلاعب محترف ولا كلاعب منتمي؟ لما تيجي تقدم نفسك للنادي الاهلي كلاعب منتمي، وانا الاهلي ثم الاهلي ثم الاهلي، وتخدع الجماهير سنين طويله جدا، والجماهير تديك مقدار من الحب اعلى من اي لاعب اخر بصفتك ابن النادي اللاعب المنتمي، وتيجي فجاه تقوم تلعب
وجه اخر وتقول اصلا انا لاعب محترف فعاملوني كمحترف. بالمناسبه لاعبين محترفين كتير جدا وجبنا امثله كتيره منهم، ولويس فيجو تم التعامل معهم جماهيريا بشكل اصعب من ده. يا راجل رايح فريق الطموح ورمضان اللي بيروج البعض ان هو عنده القدره على تحمل الضغوط، مش قادر يقفل موبايله عشان الضغوط اللي عليه من السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وانستجرام هي دي. امال لو في مدرجات، لو في جماهير في المدرج هتقول ايه؟ خدت قرار انت حر فيه، انت اللي تتحاسب عليه، انت اللي تتحمل نتائج القرار ده. احنا هنا ما نقدرش نقول لجماهير النادي الاهلي حاسبوا على رمضان صبحي، لان جماهير النادي الاهلي اهم عندها مصلحه النادي طبعا من اي لاعب، خاصه بقى لما اللاعب ده ما التزمش الصمت او طلع حتى بتصريحات موفقه او تصريحات صادقه. لكن يا استاذ عمرو اديب ده طلع معاك في توقيت حرج جدا يحاول ان هو يلعب او يرمي الكره في ملعب النادي الاهلي، ولكن الكره كانت قنبله انفجرت في وش رمضان صبحي. فتعالوا بقى نشوف كان رمضان بيقول ايه، ونخلي رمضان بنفسه يرد على رمضان بنفسه. نشوف اول فيديو معانا. عمرو انا زي ما قلت لحضرتك الموضوع مش فلوس، بس الموضوع انا ممكن الخصه لك في كلمه واحده، الاهلي لو كان عايز يخلص كان خلص من بدري، كانت المسؤولين خلصوا من بدري، ما كانوش خلوا رمضان لحد شهر 7 ويبقى فيه جدل. ده رمضان صبحي اللي بيتكلم ان النادي الاهلي لو كان عايزني كان خلص معايا من بدري، وده على عكس طبعا التصريحات اللي جات لنا من النادي الانجليزي نفسه لما قال ان النادي الاهلي كان حريص جدا على فكره ان هو ينهي التعاقد مع رمضان صبحي. ركز في التفاصيل اللي كانت مع عمرو اديب في محاوله من رمضان لتقليب الجمهور على مجلس الاداره وقلب الطاوله، اللي انت اقل بكتير جدا من ان انت تقدر تعملها، لان انت قلت في كلامك ان في شهر 7 اتاخروا لحد ما وصلت في شهر 7 بيكلموني. طب تعالى نشوف انت وفي نفس الحلقه مع نفس الاعلامي قلت ايه. كورونا جت في شهر 3، فانا قعدت مع كابتن محمود الخطيب في البيت عنده، وكان امير توفيق، وكان ساعتها نادر شوقي هو الوكيل بتاعي، وقعدنا في البيت عنده وقال لي احنا عايزين نعرف بقى مستقبلك، انت هتعمل ايه واحنا عايزينك تبقى معانا. فقلت له والله يا كابتن انا بفكر ان انا احترف تاني، انا لسه صغير وحلم بالنسبه لي. انا رحت والمره الاولانيه ما كانتش احسن حاجه، بس انا عايز احارب تاني وعايز ان انا اسافر اوروبا تاني. قال لي طيب خلاص مفيش مشكله والكلام ده كله. يعني انت مفكر ان رئيس النادي الاهلي بقدره وقيمته جايبك يدردش معاك؟ بتقول ان هم بداوا المفاوضات في شهر 7، وبعد كده في فيديو تاني مع نفس الاعلامي وفي نفس الحلقه بتقول ان كانت الكلام معاك في شهر 3 لما الكورونا جت، عن المفاوضات وعن مستقبلك وعن القرار هيكون ايه. يبقى اعتقد اول حاجه بتدل ان انت كان عندك مش بس توجه تسيب النادي الاهلي، ان انت كمان تخلع من المشكله، والجمهور مركز في التفاصيل. وهو كذب نفسه بنفسه، والاهم من كل ده ان هو حط نفسه في موقف محرج جدا، وموقف يبان فيه بشكل نقر جميل النادي الاهلي باعترافه هو رمضان صبحي اللي النادي الاهلي دفع فيه اعلى مقابل مادي في اعاره للاعب واعلى راتب مصري كان في الفريق، وكان فيه اصابات وتحمل النادي الاهلي مستواه، وتحملت جماهير النادي الاهلي مستواه ووقفته على رجليه عشان يبقى قائد للمنتخب الاولمبي بفضل النادي الاهلي بعد ربنا سبحانه وتعالى وبفضل جماهير النادي الاهلي وباعترافه هو شخصيا. نشوف الفيديو. بعديها كابتن حسام غالي مشي، هو كابتن محمد فضل كملت المفاوضات مع كابتن امير توفيق لحد ما الموضوع مشي، وكابتن الخطيب كلمني وخلاص خلصنا الموضوع وانا رجعت. انا عارف طبعا ان هم اول 6 شهور دفعوا فيها فلوس كويسه، والدنيا انا فلوس الى حد ما كويسه جدا، بس ما كانوش منتظرين من رمضان صبحي الاول 6 شهور دول بالنسبه لي ما كانوش احسن حاجه بالنسبه لمستواي، ودي حقيقه ما اقدرش انكرها يعني. بتبقى معروفه لما الواحد بيبقى وحش بيبقى باين الواحد ستاندر. بالظبط. فما كنتش احسن حاجه، بس كنت على قد ما اقدر بدي ال 100% بتاعتي في الماتشات وفي التمرين وكل حاجه. جينا بعد 6 شهور دول المفروض ارجع النادي الانجليزي، الاعاره بتاعتي خلصت. طب اعمل ايه؟ لا انا لازم اقعد سنه ثانيه في مصر عشان انا عندي، ما كنتش بقى رحت المنتخب الاول والبطوله راحت عليا، ففاضل لي البطوله بتاعت المنتخب الاولمبي. فدي كنت مركز فيها وهي في مصر، ولازم برضو اللي انا افضل في مصر السنه دي. ال 100% بتاعتك يا رمضان كانت 30-40% من طموحات جماهير النادي الاهلي، وانت بنفسك اخترت وقررت ان مصلحتك الشخصيه هي التواجد مع النادي الاهلي، وفي النهايه رفضت التجديد للنادي الاهلي. وزعلان ان جماهير النادي الاهلي متضايقه منك؟ لا هو مش زعلان، هو كمان شاف جماهير النادي الاهلي بتستخدم. وانا عندي مشكله مع اي حد بيشوف ان جمهور النادي الاهلي اللي لا يمكن حد يوجهه بيتوجه. نشوف رمضان قال ايه هجوما برضو على الجمهور. الحاجه اللي خلتني مش مرتاح او متضايق،
عارف لما انت تحس ان جمهور النادي الاهلي بيبقى هو دايما سند وظهر النادي في كل حاجة والناس يستخدموا الجمهور ضدك، دي اكتر حاجة تضايق. حسيت ان مفيش امان بقى، حسيت ان انت الجمهور والسند، الجمهور بتاع النادي الاهلي اللي هو بيبقى سند للنادي كله والمنظومة كلها، لا مش عدل يعني، انت مش قد ده كله، الضغط ده كتير عليك، انت بتستخدمه ضدي بالمعلومات اللي انت كنت عمال تقولها اللي هي مش صح. ادينا شفنا اللاعب اللي بيشوف ان الجمهور تم توجيهه ضده، لان الجمهور كانت في الفتره دي مشاعره الحقيقيه ان هو على فكره كان نفسه ان انت تجدد، لما جددتش كان في غضب، انت فسرته انه بيستخدم ضدك في جزء من المؤامره اللي انت كنت طالع في تويت حاسم في افريقيا عشان تحول دفه الجمهور من عليك، وبتقول كل الكلام كان مغالطات. الحقيقه عندنا فيديو واضح جدا لوقع، اعتقد لو كان النادي الاهلي حابب يقلب جماهير النادي الاهلي على اي لاعب شارك في المباراه دي او مباراه صن داونز كان يقدر النادي الاهلي يعملها بسهوله، لكن لا طلع تصريح ولا طلع اي حاجه من مسؤول داخل النادي الاهلي، وبعض اللاعبين مش بعض اللاعبين، رمضان صبحي وشريف اكرامي هم اللي اتكلموا عن الواقعه. تعالوا نسمع ازاي كان ممكن النادي الاهلي يقلب جماهير النادي الاهلي على رمضان صبحي. فانا قايم، كان فايلر جه وكابتن سيد وكل حاجه وداخل اصالحه، ففايلر بيقول لي هتدخل، قلت له انا كده لسه بقول لهم انا داخل اصالحه. فوانا داخل راح كابتن سيد قال لي بس ده برضو ما يمنعش اللي انت هيتخصم منك فلوس. راجل. فقلت له يا كابتن اول حاجه يعني. فقلت له يا كابتن اول حاجه ليه يتخصم مني فلوس؟ انا مش غلطان، حضرتك ممكن تسال اللعيبه كلها والجهاز، حضرتك اصلا ما كنتش في الموقف، كنت جوه. ورقم اتنين حضرتك مش هتخصم مني حاجه. ليه انا حد كده وش؟ كابتن رمضان صبحي مش مدرك اللي اتربى في النادي الاهلي ان النادي الاهلي فيه مبادئ وفيه قيم وفيه ثوابت. انت ما اتخانقتش خناقه مع حد بره النادي الاهلي، اتخانقت في النادي الاهلي يبقى على طول في خصم. اما الفكره بقى لو النادي الاهلي حابب كان يقلب جماهير النادي الاهلي على رمضان صبحي، كانت قال من احد مسؤولين او اتسرب خبر ان بعد مباراه صن داونز رمضان صبحي وشريف اكرامي قادوا لاعبي النادي الاهلي لرفض العقوبه الموقعه عليهم اللي هي 10%. تخيل حزن جماهير النادي الاهلي على هزيمه تاريخيه الاولى في تاريخ النادي الاهلي على مستوى افريقيا، ويتقال ان في لاعبين مقصرين رافضين العقوبه دي، برغم ان لاعبين مصابين زي محمد محمود اللي هو ما شاركش اصلا في البطوله تقبل العقوبه، زي اسلام محارب وهشام محمد اللي راح له على النادي الاهلي اتخصمت منهم العقوبه كامله. لو فكره سنتين انت اتخصمت منك العقوبه على 10 شهور، لو جددت اتخصم منك 3 في اول اعاره والسبعه في تاني اعاره. فبلاش تطلق كلام مكذوب على النادي الاهلي، لان النادي الاهلي كان يقدر يعمل كده، لكن مش دي اخلاق النادي الاهلي ولا مبادئ النادي الاهلي. شيء مبرر جدا بالنسبه لي، انت ليه رحت المكان اللي تقدر لما يتقال هيتخصم منك ما يتخصمش منك؟ لانك شايف نفسك اكبر من الكيان، انت في النادي الاهلي اصغر بكتير قوي من الكيان، لان مفيش لاعب اكبر من الكيان، لان كمان النادي الاهلي كيان لا يقبل ان يتم السخريه منه ثم يضم لاعب. نطلع ونشوف كابتن رمضان صبحي وهو بيسخر من نادي بيراميدز وهو بيتريق على اسمه وبيتريق على تاريخه عشان نفهم عقلية اللاعب. لما تردد كده في بعض الأوقات إنه رمضان ممكن يلعب في نادي في مصر غير النادي الأهلي، كانت مشاعرك إيه أو كان ردك عامل إزاي؟ بص يا كابتن، ملوش أي أساس من الصحة تماماً تماماً. أنا قبل كده قلت بص يا كابتن، هي واضحة يعني النادي الأهلي أكبر نادي في أفريقيا وأكبر نادي في الشرق الأوسط، وأنا لما مشيت من أكبر نادي في أفريقيا يعني. ولما مشيت برضه ولما رحت انجلترا رحت احسن دوري في العالم. نعم طبعا. فالطبيعي يا كابتن لما هرجع هرجع على الكبير اللي هو النادي الاهلي، مش هرجع للاسيوطي سابقا، مع احترامي لكل ملاكه سابقا، هرجع للنادي الاهلي اللي هو الكبير. الكبير بعد ربنا، الكبير انديه الكره المصريه هو النادي الاهلي. انت بقى استصغرت النادي وما احترمتش النادي اللي انت سعيت ليه وقلت ان هو طموح. اعتقد بقت الصوره واضحه قوي، وانت عارف انت دلوقتي بتلعب فين. احنا هنا بنحترم كل الانديه، لكن انت مش محترم النادي اللي انت بتتدرب فيه او بتلعب فيه حاليا ورافع اللواء فارس. وعمرو اديب عارف هل مشاعر الجمهور مبرره ولا لا، لان ده كان اساس الفقره. وده طبعا نهايه كمان حلقتنا النهارده، بنشكركم جدا وبنشكر تفاعلكم معانا على تويتر، ونشوفكم باذن الله، ودايما الاهلي فوق الجميع. خلص الكلام، سلام.